تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسموحه، ولكن يضمن طبعا احنا ما كناش تعادل، طبعا ما كناش عايزين التعادل، ولكن التعادل بعد تعادل الزمالك والمقاولين بيضمن الاهلي الاحتفاظ بالصداره والحفاظ على فارق النقاط. كان نفسنا طبعا النقاط او فارق النقاط يتسع بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل شيء. كابتن شريف، تعادل كنا نتمنى فوز طبعا واهدار لفرص كتيره بتجيلنا يعني، ولكن احنا قلنا ايه قبل المباراه؟ الدوري مش سهل، ما فيش حاجه سهله في الكوره. مش معنى ان النهارده كان عندك اسبقيه انك انت ممكن تحتفظ بفارق كبير، عندك خساره بيراميدز وتعادل الزمالك، الحقيقه كانت فرصه كبيره جدا، ولكن ده الدوري وعندك فرص كتير جدا انك انت يمكن عايزين بنتكلم انا وانت وبلال والكباتن بتقولوا ان بعد ما بنرجع من الراحه بتبقى عندنا عمليه لملمه الفريق تاني والاوراق تاني والشكل تاني، في لعيب بيطلع للتوب وفي لعيب بيصاب وفي حاجات كتير قوي بيحصل تعديل في التشكيل يعني، ومش عارفين نوصل لحد دلوقتي اللي فرقه يعني او ل 11 لاعب في الاول نبتدي بيهم اللي هم الثوابت يعني اللي انت بتبقى شايف يعني. انا بنتكلم على حسين الشحات بينزل على فترات وجيد جدا، كريم فؤاد ابتدى كويس قوي قبل الايقافات لما كنا بنلعب متواصلين والكلام من ده، اصابه اكرم ورجوع محمد هاني، وكل لاعب بيرجع بيبقى محتاج وقت كبير جدا ان هو يبقى فورمته وان هو يديك الكوره والثقه. اهم حاجه اللاعب ينزل يبقى محتاج ثقه، الثقه دي ما بيجيش الا باللعب الكتير قوي يعني. انا النهارده عشان ابقى عندي احساس بالملعب وكده لازم على طول ابقى باخد او على طول يبقى عندهم ثقه فيا. لو انت النهارده حطيتني وبكره لا ما حطيتنيش وابتديت تعمل الروتيشن اللي بيحصل ده هنفضل في نفس الشكل ده. لكن معلش كل مره احنا بنقول احنا بنستفيد من مش الاخطاء، من شكل المباراه احنا بنستفيد من حاجات كتير قوي بتحصل في المباراه. كذا حاجه النهارده كنا طالبينها ان احنا يكون عندنا اسلوب ضغط على المنافس دايما. المنافس لما بتعمل ايه ضغط هو بيفقد الكرة وبيجي له حاجه نفسيه ان بيقول خلاص هات الجون بقى وخلص. النهارده ده حتى مش موجود يعني، مش موجود زي ما يكون في حاله ارهاق في نفسيه وانت بتلعب كده، حاسس ان المباراه عايز اكسبها على قد المجهود اللي عندي النهارده. بتحاول تعمل، ولكن الكومبينيشن اللي كان موجود في اول شوط بين برونو ومحمد شريف وكريم وعبد القادر وما قدرش يحقق التفوق واسبقيه التهديف، بتطلب وتعمل ضغط لدرجه انه نزل رأفت خليل ابتدى يطرح فيه الثقه كويس، لعيب دريبلر وعنده شخصيه ويقدر يعمل خلل في اي دفاعات وكلام من ده. ولكن النهارده احنا ما شفناش بكل الامكانيات اللي موجوده كره واحده شفناها في الدقيقه 88 يا عيم اللي هي بتاعت بالراس بتاعت حمدي فتحي، وكره ثانيه بتاعت حسين الشحات لما دخل، ومحاولات عرضيات ولكن بدون خطوره يعني، على طول عاليه وعلى طول في ايد الهاني سليمان، وتفوق واضح لكل دفاعات سموحه الحقيقه، قاطعين الكره صح واقفين صح، فرقه بتلعبك دايما بمبدا واحد ومفهوم واحد، وهذا المدرب كمان بيلعبك بمفهوم واحد، ازاي ان انا اامن نفسي من النادي الاهلي يعني وابقى موجود في بالكونتر اتاك او باي باص خطا كتير. النهارده كان في باص كتير خطا كتير قوي، هو ده اللي خلى عليك خطوره الناحيه الثانيه، بيروحوا عليك سبرنتات رياكشن انت مش مستنيه، فممكن السرعات تفرق. الراجل خد محمود متولي وجري لان محمود متولي فوجئ بل ما بيحضر نفسه ويعمل الريستارت بتاعه، الراجل التاني بيبقى جايب سرعته كامله. ف حاجات كتير حصلت النهارده ما كناش نتمناها تحصل الا بوزيتيف لينا احنا، ايجابيات لينا احنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل وربنا عايز كده والنتيجه كده. عندك لسه دوري كبير جدا نقدر نشوف الدنيا فيها ايه، ونتمنى للجهاز الفني ان هو يثبت على تيم يضع فيه الثقه دايما ويديله دايما، وعندنا فرص كبيرة جدا
ان ده يتحقق يعني. ونرجع برضو بعد الاصابات اللي عندنا يعني عندنا برضو اصابات. عندك طاهر محمد طاهر عندك انا بسالك النهارده على شادي في سبب فني او وجهه نظر أو وجهه نظر الراجل. في لعيبه كتير قوي لازم تبقى موجوده يعني بيرستاو لما بيبقى موجود الحاجات دي كلها كل يوم احنا بنطلع خطوه كويس والاصابات تروح مرجعك تاني خطوتين. نطلع خطوه وتلاقي بعد ما ابتدى يثبت طاهر واحمد عبد القادر ولايم فيرويد وحاجات كده بيجرب مره شيف ويجرب مره شادي تلاقي فيه مشاكل بتحصل خارج اللعبه يعني. بنطلب مجهود اكتر من كده المباريات اللي جايه تركيز اكتر من كده وتوفيق من الجهاز الفني يعني. ان شاء الله باذن الله. كابتن اسامه زي ما قال الكابتن شريف التعادل سلبي ولكن ما زال المشوار طويل. ولكن افتقدنا النهارده نقطتين او فقدنا نقطتين. يعني خساره طبعا ما فيش شك في كده خاصه بعد تعادل نادي الزمالك المنافس. لكن وارد في كره القدم. في حاجات وقعنا فيها بعض الاخطاء اتمنى طبعا مستر كولر اكيد ياخد باله منها ويعالجها. يعني الماتشات اللي فاتت كنا بنقول الفرص الضائعه وعدم استغلال الفرص. النهارده تقريبا طوال المباراه ما تحسش ان في فرص خطيره على الهاني سليمان يعني محدوده. ده بسبب طريقه لعب سموحه الشق الدفاعي اللي مبالغ فيه قوي زياده عن الحد ولا؟ لا ابدا بالعكس يعني ما يعني الناس كانت بتلعب بشكل دفاعي بس كانوا بيهاجموا برضو مش واقفين طول الوقت في الخط الخلفي. لكن احنا كنا مستعجلين قوي مستعجلين جدا وانا قلت الكلام ده في الشوط الاولاني. الشوط الثاني يعني حصل سيطره ووقوف على الكره شويه لما نزل قفشه ونزل حسين الشحات ولكن الخطوره برضو فضلت مش كبيره على خط ظهر فرقه سموحه او على الهاني سليمان. يعني في لعيبه تجري كتير بتحاول تأدي ولكن في استعجال قوي في استعجال قوي. خلي بالك انت في ماتشات انت الريتم بتاعك اللي هو ايقاع اللعب يعني وده بتشوفه في فرق زي البرازيل زي الارجنتين زي فرق امريكا الجنوبيه تحديدا يعني اكتر حتى من الكره الاوروبيه ممكن بينزل الريتم قوي بس التسليم والتسلم في الكوره ثم في لحظه بيعمل فيها مفاجاه بتمريره بينيه او تسديده او كده انت طوال المباراه من اولها الريتم ايقاعه سريع جدا بس في صربعه كبيره جدا واستعجال كتير جدا فتحس ان الامور ما فيهاش تركيز يعني تركيزنا اقل شويه يعني في عن مباريات اخرى سابقه عشان كده الفرص كانت يعني لو عدتها محدوده جدا طوال المباراة على الهاني سليمان. في محاولات في جري كتير ولكن نتمنى الحاجات دي ان شاء الله تتعالج الفترة الجاية. التغييرات برضو احيانا بتيجي متأخرة شوية يعني بنقول قفشة من بدري نزل في الدقيقة 62 حسين الشحات كان من بدري شوية نزل كان ناقص حوالي ربع ساعة. رافت خليل لعيب واعد ولعيب ان شاء الله مع الوقت يبقى ليه مستقبل ولكن برضه نزل في ظروف الفرقه فيها صعبه والحاله مش فايقه. كان بيلعب في الجنب الشمال يعني ان شاء الله هيبقى مستقبل للنادي الاهلي ولكن هو نزل في ظروف صعبه النهارده فما قدرش برضه يعمل حاجه كبيره. ايضا حسين الشحات وحسام نزلوا وقت متاخر شويه لكن حسين الشحات تحس من ساعه نزوله الجبهه اليمين بقت فيها حركه وفيها محاولات وفيها بعض الكرات العرضيه وفي تسديده يمكن لو كانت الكره زي ما بنقول لبست معاه كانت ممكن تروح هدف او تبقى فيها خطوره كبيره على مرمى الهاني سليمان. ففي بعض الاخطاء ان شاء الله مستر كولر يعالجها لكن كمسير الدوري عامله ده وارد في الكوره والدوري طويل والمنافس لسه متعدل الماتش اللي قبلينا حتى الفرق القريبه مننا بيراميدز خسر الماتش اللي فات يعني ده وارد في كره القدم انا اقصد لكن ان شاء الله الجاي يبقى افضل يعني. كابتن عادل يمكن زي ما قال الكابتن اسامه خساره نقطتين وارده تعادل وارد ولكن لتجنب او تلافي
المشكلات او الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها النهارده الماتشات اللي جايه هتبقى صعبه. يعني احنا مثلا تقريبا عندنا بعد 3 ايام مباراه، بعديها باربع ايام مباراه، وبعدين كل 3 4 ايام مباراه لحد ما نخش على كاس العالم، وبعدين بطوله افريقيا، وبعدين ترجع تلعب دوري وكاس. بعض الناس متخوفه، والناس عندها حق يعني، برضو انا عايز اجيب بطوله، فالناس متخوفه ان السيناريو بتاع السنه اللي فاتت يتكرر تاني. ولكن الحلول من وجهه نظرك، لان اللي جاي اصعب. عندك سيراميكا الماتش الجاي، وبعدين بيراميدز. طيب خليني اكلمك بس يا كابتن في حاجه مهمه قوي. اتفضل. خساره بونتين في صراع دوري مش مشكله كبيره، هي المشكله بتتلخص في حاجتين بس، وانا يمكن اتكلمت معاك قبل الهوا في الموضوع ده. ايوه. النادي الاهلي هيواجه كل الانديه هتلعبه بنفس الطريقه. هتدافع التسعين دقيقه. يعني انت النهارده الهجوم بتاعك او اللعب عندك في نص ملعب سموحه، ها، في صعوبه شويه لان التكتل. انا لو كان في عندك صور كده للملعب هتلاقي كل واقف ورا وبيشتغل، واحنا حذرنا من كويس. الامر ده واتكلمنا فيه بالظبط. في فرق كتير ممكن تقابلك بنفس الوقت، كل الفرق بتلعبك كده. كل الفرق هتلعبك كده. هي بس محتاجه جون في البدايه يشتغلوا هم على البلان الثاني، الفرقه الثانيه. لكن الفرقه لما بتعمل الزون الديفنس بيتلعبوا كلهم كده. شوف، خلينا نتكلم بايجابيه شويه. اكيد في اخطاء، واكيد المدرب لازم هيعرفها او عارفها او حاطط ايده عليها، والشغل الايام الجايه على تلافي الاخطاء. يعني احنا اتكلمنا النهارده على الدفاع المنطقه من بدايه المباراه، يمكن انا من الشوط الاولاني قبل الاستوديو قبل المباراه ما تبدا اتكلمت على حته العمق الدفاعي بتاع الفرق اللي هيلعبوك، وخد بالك الفرق بتلعبك بطريقه وبتلعب الفرق الاخرى بطريقه تانية. فانا علشان كده بقول للعيبه النادي الاهلي خلي بالكم، احيانا هتلاقوا مستويات فرقه بتلعب المباراه اللي فاتت مباراه مش قويه، لكن يومكم بيبقى عيد. يعني بيشتغلوا معاكم بقوه، بيشتغلوا معاكم بحرص، بيشتغلوا معاكم ما بيهاجمكوش، الحاجات دي كلها. فلازم اللعيبه تعرف. الحاجه الثانيه بقى المهمه اللي انا عايز اقولها، ان انت عندك استراتيجيه ليه انت داخل في شهر واحد، وبعدين رايح كاس العالم للانديه، وبعدين رايح بطوله افريقيا تشتغل على البطولات. الله يكون في عون اللعيبه او الفريق باكمله. الفريق باكمله انت محتاج لعيبه كتير مش من بره، محتاج لعيبه كتير من جوه فرقتك تجهز وتجهز كويس قوي علشان تجهز لعيبتك اللي متواجده معاك في الـ في الـ في الـ في الفرقه. لازم تديه، عشان كده بيبقى في يعني بيبقى في تبديلات وبيبقى في تغييرات كتير، لانك انت من الفرق اللي لا تستحمل انك انت تلعب بعدد قليل، بالذات انت داخل على افريقيا وبعدين رايح على كاس العالم الانديه، وانا عدينا المباريات اللي النادي الاهلي هيلعبها. فيجب لازم يبقى في تدعيم، ولازم هيبقى في تدعيم في يناير اكيد بلاعب ولا اتنين. حاجه تانية، لازم اللعيبه المصابه هترجع زي طاهر، محمد طاهر، وبعدين كان عندك بدلك في اكرم توفيق، يعني بيرستاو برضو عندك بدلك فيه. لكن الايام اللي جايه انا طالب من اللعيبه حاجه واحده بس، انا ما يهمنيش، انا شوف، انا ما بيهمنيش انك انت ممكن تتعادل او تتغلب، حتى كره القدم فيها كده. انا اللي يهمني الروح بس. انا اتمنى من لعيبه الاهلي الفتره اللي فاتت الفتره القادمه الروح تعلى. انا ما بخافش من اي فرقه طول ما انا عندي روح الفلن الحمر جوه المباراه جوه الملعب. اقول لك حاجه، المباراه اللي فاتت انت جايب جون في اخر ثانيه او في اخر دقيقه، هي دي روح النادي الاهلي. المباراه دي كانت ممكن كره حسين الشحات تدخل جون اللي لف بيها وشاطها. في اخطاء لازم المدرب هيشتغل عليها، ولكن انا عايز اللاعبين الروح بتاعت فلنه النادي الاهلي تبقى اقوى من كده كتير، رغم ان هم شغالين وبيشتغلوا بروح عاليه، ولكن انا طالب الاقوى وطالب الاعلى.
المدرب لازم يعرف خبايا الدوري المصري شويه. يعني في خبايا للدوري المصري لازم تتعرف شويه توصل له، يعني اللي هو الفرقه هتيجي تلعبك ازاي، محدش هيلعبك كره شامله، الحاجات دي كلها. ما بص يا كابتن ايمن، في حاجات انت بتستفاد منها كويس. يعني التعادل ده ممكن تستفاد منه، تستفاد منه كويس. انا ما بحبش اتغلب وما بحبش اتعادل، ولكن كلمه تعادل غير كلمه هزيمه. فانت كلمه التعادل اللي انت ممكن تستفاد منها كتير قوي. انت عارف احيانا بتبقى دافع لتصحيح حاجات كتير ممكن تكون عندك ومش باينه من المكسب. انت فاهمني؟ المكسب لما بيجي وانت عندك اخطاء ممكن ما بتعرفش تصلحها، او بالمعنى الاصح يعني بيبقى عندك حته طب ما انا كسبت، لا ممكن التعادل يبقى ايجابي بالنسبه لك، ان انت رايح تلعب ماتشات، عندك ماتشات من العيار الثقيل زي الماتش النهارده. يعني فرقه سموحه من الفرق اللي هي طول عمرها حته الاداء بيبقى عندها اداء كويس مع الاهلي بالذات. يمكن في فرق بتعرف تلعب على انديه، ولكن زي ما انا قلت لك ان النادي الاهلي كله بيلعب كانه عيد بالنسبه له. ما يعني عشان كده في بدايه المباراه قلت لك انا ما اتفرجش على شرايط للفرق اللي هلاعبها انا كاهلي، لان اوعى تفتكر ان الاداء اللي بيلعبه سموحه قدام اي فرقه تاني في الدوري زي الاداء قدام الاهلي، او مش سموحه بس، اي فرقه في الدوري بيجي لاعب النادي الاهلي. عشان كده في ضغط على النادي الاهلي، وفي ضغط على لعيبه النادي الاهلي، في ضغط كبير قوي، لازم اللعيبه تستوعب الامر ده. يعني طول الوقت حاسب على حته الكوره مش على حته النقط. ما اتكلمكش عن النقط، انا بقول لك حاسب على الكوره الثنائيه اللي بيني وبينك جوه الملعب. دي بتخلي ان انا بكلمك عن الناحيه النفسيه في الفرق اللي بتلعبك. يعني انت الفرق اللي بتلعبك لما تدخل في السرعات الثنائيه بالذات بين لعيب الاهلي واللعيبه الاخرى، لما بتكسب واحده واثنين وثلاثه بيتسلل لهم الياس الفرقه الثانيه اللي قدامك، لكن لو كسب منك واحده بيزيد شويه. وده قدرك كلاعب النادي الاهلي الفتره دي. خلينا نتكلم بايجابيه، مش نهايه العالم، تعادل. انت كنت ممكن تتعادل مثلا او تتغلب، لو في كوره ممكن تروح طايشه بتدخل اجوان كتير قوي، ولكن انت متعادل ضيع منك بونتين، وانا ما برضاش بالتعادل. ولكن في الوقت الحالي، في الوقت الحالي عندك مباريات الاصعب، خليك ايجابي، نشتغل على الايجابيه اكتر، استفاد من اللي حصل وشوف هتعمل ايه في اللي جاي. ويجب، ودي لازم، ولازم دي نفكر فيها كويس، انت هتلاعب كاس عالم للانديه فرق قويه قوي، انت لا احنا متمرسين فيها، فانت لما نروح لها لازم هتروح لها وانت مرتاح نفسيا وفارق في الدوري كويس ان شاء الله، وان شاء الله هنعملها، ويبقى عندك لعيبه ممكن يكون استقطبهم كويسين جايين، لاعب او اتنين، انا ما اعرفش، ولكن انا اتمنى ان لازم يكون في تدعيمه كويسه، لان اي فرقه في العالم، ريال مدريد بيدعم، ليفربول بيدعم، حتى لو ماشي كويس، التدعيم للايام القادمه للمستويات الاعلى والاقوى. وفي الاخر هارد لك النهارده على البونتين، شد حنا في اللي جاي، ما تبصش وراك، بص لقدامك، عاوزين الفتره اللي جايه تفاني. وانا يمكن اتكلمت كلمه وانا بقولها نصيحه لاعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن، ودي مهمه قوي، انت عندك عدد من المباريات في شهرين، انا بتكلم اللعيبه فقط، عندك عدد من المباريات في شهرين، شهرين ونص، عدد غير مسبوق، مستويات عاليه جدا. يعني انت هتلاعب فرق في كاس العالم للانديه وفي بطوله افريقيا غير مستويات الدوري كمان والدوري، وانت عارف كلاعب النادي الاهلي الفرق لما بتيجي تلعبك ما بتلعبكش بمستواها الحقيقي، يعني بتلعبك بالزياده بتاعته. يعني لو هو روحه بيلعب في الدوري النهارده بيلعب فرقه، روحه بتزيد الضعف، بتزيد وبتزيد الضعف.
فانت خلي بالك الايام الجايه. فاتمنى منهم الحفاظ شويه على الراحه بتاعتهم وعلى يعني الحته التدريبيه والصحه العامه والبرد والحاجات دي. طيب كابتن بلال هارد لك، يمكن نقطتين زي ما قلنا ثمينتين كنا يعني محتاجينهم او عايزينهم علشان صراع القمه، وكنا وسعنا الفارق، ولكن زي ما قلنا الحمد لله. بس كابتن عادل قال لك ان احيانا التعادل ممكن تستفيد منه، يعني ممكن تكسب ويكون في اخطاء، ولكن المكسب بيداري على الاخطاء. تعادل النهارده نستفيد منه ازاي؟ يعني خلينا نقول يا كابتن، يعني وهارد لك نادي الاهلي في نقطتين. في كره القدم وارد كل شيء، في كره القدم وارد انك تتعادل، في كره القدم وارد انك كمان تتهزم، زي ما في كره القدم وارد انك تكسب. يعني طب النهارده نقطتين ضاعوا من النادي الاهلي. انا بشوف النادي الاهلي النهارده يعني داي اوف النهارده عند الفريق، يعني فريق النادي الاهلي، وده وارد في كره القدم بشكل كبير. يعني ممكن النهارده اليوم مش يومك، تمام، الاداء مش افضل حاجه بالنسبه لك، تمام، حتى كمان ساعات انت بتحس ان اليوم مش يومك ازاي. يعني لما تجيلك فرصه زي بتاعه حمدي فتحي وتضيع، بعديها بخمس ست دقائق تجيلك فرصه زي بتاعه الشحات وتضيع، تمام. المعترف عليه او المعتاد عليه للنادي الاهلي ان الفرص في الدقائق الحاسمه دي انت بتقدر تسجل. أيوة. فده معناه ان انت خلاص وصلت ان النهارده مش يوم النادي الاهلي، مش يوم النادي الاهلي في الاداء، مش يوم النادي الاهلي في النتيجه، مش يوم النادي الاهلي في المكسب. انت النهارده يعني داي اوف بلغه الكوره يعني، وده وارد جدا جدا جدا. الكابتن بيتكلم معانا انك انت يعني ممكن تستفيد من التعادل. طبعا ممكن تستفيد من التعادل. يعني انت النهارده تعادلت مع سموحه، وسموحه على فكره فرقه كويسه، مش فرق يعني، فرقه عندها هجوم كويس، عندها دفاع كويس، فرقه منظمه، عندها مدير فني بيعرف يلعب الفرق الكبيره بشكل كويس، بينظم، بيلعب هجمات مرتده سريعه، عنده عناصر يعني في الحته الهجوميه، عندهم سرعات كبيره جدا 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 جدا. الفكره كلها انت النهارده كنادي اهلي انت كل اللي افتقدته النهارده التيمبو ميكر زي ما بنقول لك، او صانع الريتم بتاع الاداء بتاع النادي الاهلي، وده اللي اتكلمنا عليه. ممكن على فكره في بعض الاوقات استفادتك من التعادل انك تغير الطريقه بتاعه اللعب بتاعتك، يعني من ممكن يكون مقترح من المقترحات انك ترجع ل 3 4 3، تمام، ودي تبقى الاكثر شراسه هجوميه بالنسبه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. ممكن انا بدي على سبيل المثال مدير فني يفكر، طب انا النهارده عايز يبقى عندي شراسه هجوميه اكبر، طب هل ممكن اغير من التاكتكس؟ لا، ممكن تغير تلعب 4 3 3 4 3، فيبتدي عندك يبقى عندك زياده، تلعب باثنين وينجرز والاثنين اللي قدام يبقوا اثنين يضموا كراسين حرب. انت بتتكلم على بطوله الدوري، لان الوضع الطبيعي ان انت مثلا انا الوضع الطبيعي اعلى، انا الوضع الطبيعي بالنسبه لي ان انت عندك ماتش مع سيراميكا كليوباترا الاربع اللي جاي. أي. انا مش هتكلم في كاس العالم وانا عندي ماتش بعد بكره، كويس، تمام. انا بتكلم على الماتش اللي جاي. بص يا كابتن، انا اكلمك عن الماتش اللي بعد اللي انا هلعبه، الماتش اللي جاي، كويس، تمام. افكر في كاس العالم، ده موضوع ثاني. كاس العالم لسه هناك في شهر تقريبا، في شهر 2، مظبوط، تمام. شهر 2 النهارده ممكن يبقى عندي تغييرات في الاداء، لعيبه جت من الاصابه، لعيبه رجعت، انت عندك برضو اصابات كتير. عندك اصابات على المستوى الهجومي، تمام، اي يعني، ودي يعني لا نغفلها. انت عندك طاهر محمد طاهر، عندك بيرسيتاو لما كان ابتدى يعني ماتش والتاني فاق سجل هدفين اتصاب. طاهر محمد طاهر بدايه الموسم كانت بدايه موفقه بالنسبه له، اتصاب فمش موجود معاك. فانت النهارده برضو بتفتقد عناصر مهمه جدا في الحته الدفاعيه. المقولة أن أي حد يلعب، يعني دي مقولة من وجهة نظري مش صحيحة. لعيب واحد وهو في التوب فورم بتاعه بيفرق مع الفرقة بشكل كبير. يعني أنا النهاردة ممكن يبقى أنا عندي لعيب كويس اتصاب، تمام، اللعيب البديل طبيعي هياخد وقت عشان يرجع وعشان يبقى في أعلى ليفل بالنسبة له. ده وضع طبيعي جدا جدا جدا. فأنت بتفتقد عناصر مهمه جدا في اوقات صعبه هم بيبقوا فيها طالعين من البيك بتاعهم. يعني النهارده لما بيرسي يسجل هدف في الماتش الاول، الماتش الثاني يسجل برضه هدف ويكون اداؤه جيد وبعدين يتصاب، انت افتقدت لعيب هو المفترض انه جاي في الطريق. طاهر محمد طاهر لما يبتدي الموسم بشكل كويس، تمام، وبعدين يتصاب، انت برضه افتقدت لعيب بشكل كويس. حسين الشحات كان عنده اصابه ابتدى دلوقتي يرجع بشكل جيد. واعتقد من الحاجات اللي ممكن تبقى مهمه بالنسبه لك انك تعيد كمان
ترتيب اللعيبه النهارده عندك في الملعب. انا النهارده حسين الشحات الماتش اللي فات مميز، الماتش ده بيقدم بشكل كويس، فممكن يعني مستر كولر يبص له بنظره ثانيه مختلفه. تمام، ممكن يعكس الاداء، هل ممكن يستعين بكريم فؤاد في الحته الدفاعيه وابتدي حسين الشحات هو اللي في الحته اللي قدام؟ حسين برده بيتقل على كورته كويس، لعيب عنده كوره، النهارده كان ممكن يسجل هدف لو تعامل مع الكوره بهدوء شويه، كان ممكن يسجل منها هدف. النهارده نزل حرك فرقه النادي الاهلي في الحته الهجوميه كويس، كان تغييره الحقيقه جيده، والماتش اللي فات برده حسين الشحات كانت تغييره جيده بالنسبه للنادي الاهلي. محتاجين برضو يعني بعض اللعيبه يبقى عندها حاله من الفوقان، يعني انت يعني ما ينفعش يبقى عندنا اثنين ثلاثه يعني في الفرقه الاداء اقل من متوقع بالنسبه له. يعني انا مثلا النهارده برونو سافيو الاداء اقل، وارد في كره القدم، لكن لما ينزل مجدي افشل اداء لازم بالنسبه لي يكون اعلى بكتير جدا. انت لعبت الماتش اللي فات وخرجت الماتش ده ابتديت احتياطي، على فكره دي ما تقللش من قيمه اللعيب، يعني برضو احنا ندي رسائل للعيبه بتوعنا، مش معنى ان انت كنت اساسي. خليني اقف معاك في النقطه دي، ماشي. خلينا انا معاك في النقطه دي. احيانا بيبقى زي ما قلت كده في الاول اللعيبه مش موفقه النهارده، فحتى اللي بينزل بيحاول حلو، ولكن هو مرتبط كمان بحاله اللعيبه اللي معاه. طبيعي بس انت لما يبقى عندك 3 4 تغييرات يا كابتن طبيعي يتغير الاداء، زي ما حصل على الشوط الثاني. انت في اخر 10 دقائق انت ليك فرصتين يعني شبه ممكن يبقى فيهم اهداف، كره حمدي فتحي اللي بدماغه وكره حسين الشحات شبه يعني ممكن يتسجلوا منه هدف. في الطبيعي بتاع النادي الاهلي ممكن تسجل هدف. تمام، فانت احيانا التغييرات بتغير من الايقاع بتاع الفرقه كلها. يعني النهارده لما نزل واحد يلعب وينج ليفت ووينج رايت ونزل راس حربه ونزل بلاي ميكر، ما انا مغير 4 اهداف غير في الحته الهجوميه، عدد كبير يعني، مغير خط بالاكمل باكمله، فطبيعي جدا يتغير الاداء زي ما شفنا. يعني النهارده شفنا في الاخر حسين بيلعب وبيضغط وحسام حسن بيحاول يعني الاداء يعني ما خلقناش فرص كتير، لكننا قدرنا ان احنا نسيطر على الاداء بشكل كويس. يعني الاهلي ابتدى يسيطر على الـ على الـ على المباراه في اخر ثلث ساعه وفي اخر ربع ساعه. سموحه كان بيعتمد على الكرات الطوليه فقط لا غير. فالنهارده لا، ممكن بعض التغييرات تاثر وتغير في اداء النادي الاهلي زي ما حصل. لكن النصيحه اللي عايز اديها للعيبه، مش معنى ان انت النهارده يعني كنت اساسي وقعدت النهارده احتياطي ده معناه ان انت لعيب سيء، لا بالعكس. ممكن ظروف الماتش، رؤيه مدير فني، في فكر ممكن يبقى المدير الفني بيفكر فيه، طب مين النهارده انا ممكن احطه بديل ينزل يغير الماتش لو حصل زي ما حصل النهارده في الحته دي. فانا دي النصيحه اللي بديها لبعض اللعيبه، لما تبقى اساسي تقعد احتياطي ده مش معناه ان انت وحش، ده معناه ان انت ممكن يكون النهارده رتم الماتش تمام محتاج فلان يبتدي من البدايه، وانت ممكن تنزل بعد كده تغير من الاداء. دي النصيحه اللي بنصحها لبعض اللاعبين. الحاجه المهمه انك انت في لما تتعادل اعتقد ده مفترض انه بيثير الحافز عند اللعيبه فيما بعد. يعني انا النهارده اتعادلت وكنت الماتش اللي فات قريب للتعادل، اعتقد دي ممكن تدي دفعه كبيره جدا للعيبه انه لا هنا في يعني هنا يعني في الرت نحادي خلاص لازم تصحصح، لازم تركز. انت النهارده النادي الاهلي هو رقم واحد، النادي الاهلي على قمه الدوري العام، فخد بالك ان الامور مش تبقى سهله، لان كل الفرق في الماتشات اللي جايه هتلعب بنفس الطريقه، هتقفل وتبتدي تلعب على كرات طويله وينتظر هجمه مرتده سريعه وكره ثابته عشان يقدر ان هو يسجل منها. فكل الفرق اللي هتلعبها بالسبريت دي. الروح اللي بتلعب بيها سموحه مش روح فرقه عندها 7 نقاط قبل ما تلعب مع النادي الاهلي، استحاله. فرقه بتنافس. ما تيجي تبص على جدول الدوري العام وتبص على سموحه والنقاط اللي حصلتها من حوالي 8 ماتشات قبل النادي الاهلي، هتقول ان دي مستحاله تكون دي الفرقه اللي جايبه 7 نقط بس خلال 8 مباريات قبل كده. جايبين 3 اهداف وجايبين 3 مسجلين 3 اهداف. تمام؟ لا، النهارده الروح متغيره جدا جدا جدا، انت بتلعب مع فرقه هي تقريبا الند بالند بالنسبه لك. خلي بالك ده الوضع الطبيعي اللي كل الفرق بتيجي تقابل. ده اللي انا بقوله. بقول ان كل الفرقه اللي هتلعبها هتبقى بنفس الاداء، فانت انت مطالب ان انت تبقى اعلى من كده، مطالب ان انت السبريت بتاعتك تبقى اكبر من كده،
مطالب ان انت ادائك الهجومي يكون اشرس واعنف من كده. انت في الاداء الدفاعي ممكن يبقى فيه هجمه مرتده وده وضع طبيعي، خد بالك يعني مش طبيعي ان انت طول ال 90 دقيقه ما روحش عليك كوره، مش طبيعي. لا مش في كره القدم، وارد جدا 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 انك انت خلال ال 90 دقيقه يروح عليك كوره، تروح عليك كورتين، هجمه مرتده سريعه، كره ثابته، وارد في كره القدم لان انت مش هتمتلك زمام الماتش لمده 90 دقيقه. بس اللي احنا عايزين نقوله انك انت كنادي اهلي تمام، احنا كنا مميزين بشكل كبير جدا انك بتلعب للدقيقه 95 وحتى الدقيقه 98 وبتسجل اهداف. ده معناه ان انت عندك شراسه هجوميه لنهايه الوقت لحد ما الحكم بيصفر، وده اللي اعتدنا عليه، وده هو وده سر نجاح النادي الاهلي. سر نجاح النادي الاهلي وعدم الاستسلام. تمام، النهارده احنا ممكن نعتبر دي اوف بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، لان النهارده في لعيبه كتيره جدا مش في حالتها، وده وضع طبيعي وبيحصل في كره القدم. لكن فيما بعد اعتقد ان اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا، المدير الفني كمان ايضا بيسال، لان هو المدير الفني هو رقم واحد، هو اللي عليه المسؤوليه. تمام، ان هو مطالب وكل اللعيبه مطالبه زي ما احنا كلنا، يعني احنا كلنا دعم ليهم طبعا لنهايه الموسم باذن الله تعالى، لكن هم مطالبين بعوده درع الدوري النادي الاهلي مره ثانيه، مطالبين ان هم يكسبوا فرقه النادي الاهلي مره ثانيه، لان هو وراهم جمهور كبير جدا جدا جدا، وننتظر منهم افضل من كده بمراحل عديده. فده درس في بدايه الموسم ودرس في توقيته على فكره، يعني انا مش بقول ان هو وحش، لكن درس في توقيته. توقيته ليه؟ لان انت الخصم قبل كده المباراه اللي قبليك اتعادل، وكان اداؤه اقل بكتير جدا من الاداء اللي انت اديت بيه النهارده. يعني النهارده لو اتفرجنا على الماتش اللي قبل ماتش الاهلي، الخصم بتاعك كان ممكن يخسر المباراه سهل جدا، يخسر سهل جدا، سهل جدا كان يخسر الماتش. فالنهارده احنا بنقول درس في توقيته الصح. ليه؟ لانك انت ما زلت على قمه الدوري العام. طالما انت ما زلت على قمه الدوري العام، ان عندك فرص متاحه بالنسبه لك، عندك فرص ان انت تستمر، وانت ما عندكش خطوره، انت مش في خطر. لكن في قلق، في قلق بالنسبه لروحك القتاليه العاليه، في قلق بالنسبه للشراسه الهجوميه المفترض تستمتع بيها. يعني صحيح. انا برضو بدي نصيحه لمحمد شريف، بيقول يعني اهدى، يعني تمام، انا حاسس ان شريف متوتر شويه، تمام، حاسس ان هو يعني قلقان على مكانه، قلقان على الفرصه بتاعته. لا، انا عايز اقول له يا شريف، انت مهاجم جيد، كنت هداف دوري عام السنه اللي قبل اللي فاتت، التوتر او انك انت حاسس ان ممكن تلعب وتخرج او ما تلعبش الماتش اللي بعديه، ده لازم تلغيه من دماغك خالص. لازم تفكر انت لعيب النادي الاهلي وانت لعيب جيد. طالما لعبت في النادي الاهلي اساسي، اذا انت لعيب كبير عندك امكانيات وقدرات كبيره. تمام، طالما عندك امكانيات وقدرات كبيره، يبقى لازم تكون هادي من جواك، تهدى. لو هديت وركزت اعتقد انه سهل جدا، عنده سرعه، اتحرك كويس في ال 18، كان بيتمتع بتسجيل الاهداف في ما قبل. تمام، هو افتقد، حاسس انه افتقد، يعني مش الثقه، حاسس انه افتقد محمد شريف نفسه. تمام، فانا بنصحه بالهدوء، يهدى ويركز، لعيب كويس عنده امكانيات كبيره، عنده سرعه، بيعرف يسجل اهداف. فانا بنصحه بالهدوء في الماتشات اللي جايه وكل زمايله في رصاصات الحربه، لان احنا محتاجين فعلا اننا نستغل كل الفرص المتاحه لفرقه النادي، للاعيبه النادي الاهلي في المباراه اللي جايه ان شاء الله. لان الوضع الطبيعي ان انت مثلا، انا الوضع الطبيعي على الوضع الطبيعي بالنسبه لي ان انت عندك ماتش مع سيراميكا كليوباترا يوم الاربعاء اللي جاي. انا ده، انا مش هتكلم في كاس العالم وانا عندي ماتش بعد بكره. كويس، تمام، انا بتكلم على الماتش اللي جاي. بص يا كابتن، انا هكلمك عن الماتش اللي بعد اللي انا هلعبه، الماتش اللي جاي. كويس، تمام، افكر في كاس العالم، ده موضوع تاني. كاس العالم لسه هناك في شهر، تقريبا في شهر 2. مظبوط، تمام، شهر 2 النهارده ممكن يبقى عندي تغييرات في الاداء، لعيبه جت من الاصابه، لعيبه رجعت. انت عندك برضو اصابات كتير، عندك اصابات على المستوى الهجومي، تمام، ايوه، يعني ودي يعني لا نغفلها. انت عندك طاهر محمد طاهر، عندك بيرسيتاو لما كان يعني ابتدى ماتش والتاني فاق سجل هدفين اتصاب. طاهر محمد طاهر بدايه الموسم كانت بدايه موفقه بالنسبه له، اتصاب فمش موجود معاك. فانت النهارده برضو بتفتقد عناصر مهمه جدا في الحته الدفاعيه. المقولة ان اي حد يلعب، يعني دي مقولة من وجهة نظري مش صحيحة. لعيب واحد وهو في التوب فورم بتاعه بيفرق مع الفرقة بشكل كبير. يعني انا النهاردة ممكن يبقى انا عندي لعيب كويس اتصاب، تمام، اللعيب البديل طبيعي هياخد وقت عشان يرجع وعشان يبقى في اعلى ليفل بالنسبة له، ده وضع طبيعي جدا جدا جدا. فانت بتفتقد عناصر مهمه جدا في اوقات صعبه هم بيبقوا فيها طالعين البيك بتاعهم. يعني النهارده لما بيرسيتاو سجل هدف في الماتش الاول، الماتش الثاني سجل برضه هدف ويكون اداؤه جيد وبعدين يتصاب، انت افتقدت لعيب هو المفترض انه جاي في الطريق. طاهر محمد طاهر لما يبتدي الموسم بشكل كويس، تمام، وبعدين يتصاب، انت برضه افتقدت لعيب بشكل كويس.
حسين الشحات كان عنده اصابه ابتدى دلوقتي يرجع بشكل جيد، واعتقد من الحاجات اللي ممكن تبقى مهمه بالنسبه لك انك تعيد كمان ترتيب اللعيبه النهارده عندك في الملعب. انا النهارده حسين الشحات الماتش اللي فات مميز، الماتش ده بيأدي بشكل كويس، فممكن يعني مستر كولر يبص له بنظره ثانيه مختلفه. تمام، ممكن يعكس الاداء، هل ممكن يستعين بكريم فؤاد في الحته الدفاعيه وابتدي حسين الشحات هو اللي في الحته اللي قدام. حسين برده بيطلع على كورته كويس، لعيب عنده كوره، النهارده كان ممكن يسجل هدف لو تعامل مع الكوره بهدوء شويه، كان ممكن يسجل منها هدف. النهارده نزل حرك فرقه النادي الاهلي في الحته الهجوميه كويس، كان تغييره الحقيقه جيده، والماتش اللي فات برده حسين الشحات كانت تغييره جيده بالنسبه للنادي الاهلي. محتاجين برضو يعني بعض اللعيبه يبقى عندها حاله من الفوقان، يعني انت يعني ما ينفعش يبقى عندنا اثنين ثلاثه يعني في الفرقه الاداء اقل من متوقع بالنسبه لي، يعني انا مثلا النهارده برونو سافيو الاداء اقل، وارد في كره القدم، لكن لما ينزل مجدي قفشه الاداء لازم بالنسبه لي يكون اعلى بكتير جدا. انت لعبت الماتش اللي فات وخرجت الماتش ده ابتديت احتياطي، على فكره دي ما تقللش من قيمه اللعيب، يعني برضه احنا ندي رسائل للعيبه بتوعنا، مش معنى ان انت كنت بس اساسي. خليني اقف معاك في النقطه دي، ماشي خلينا انا معاك في النقطه دي. احيانا بيبقى زي ما قلت كده في الاول اللعيبه مش موفقه النهارده، فحتى اللي بينزل بيحاول حلو، ولكن هو مرتبط كمان بحاله اللعيبه اللي معاه. طبيعي بس انت لما يبقى عندك 3 4 تغييرات يا كابتن طبيعي يتغير الاداء، زي ما حصل على الشوط الثاني. انت في اخر 10 دقائق انت ليك فرصتين يعني شبه ممكن يبقى فيهم اهداف، كره حمدي فتحي اللي بدماغه وكره حسين الشحات شبه يعني ممكن يتسجلوا منه هدف. في الطبيعي بتاع النادي الاهلي ممكن تسجل هدف. تمام، فانت احيانا التغييرات بتغير من الايقاع بتاع الفرقه كلها. يعني النهارده لما نزل واحد يلعب وينج ليفت ووينج رايت ونزل راس حربه ونزل بلاي ميكر، ما انا مغير 4 اهداف غير في الحته الهجوميه، عدد كبير يعني مظبوط. مغير خط بالاكمل باكمله، فطبيعي جدا يتغير الاداء زي ما شفنا النهارده شفنا في الاخر حسين بيلعب وبيضغط وحسام حسن بيحاول يعني الاداء يعني ما خلقناش فرص كتير، لكننا قدرنا ان احنا نسيطر على الاداء بشكل كويس. يعني الاهلي ابتدى يسيطر على الـ على الـ على المباراه في اخر ثلث ساعه وفي اخر ربع ساعه. سموحه كان بيعتمد على الكرات الطوليه فقط لا غير، فالنهارده لا ممكن بعض التغييرات تاثر وتغير في اداء النادي الاهلي زي ما حصل. لكن النصيحه اللي عايز اديها للعيبه، مش معنى ان انت النهارده يعني كنت اساسي وقعدت النهارده احتياطي ده معناه ان انت لعيب سيء، لا بالعكس. لا 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 ممكن بالعكس. ظروف الماتش، رؤيه مدير فني، في فكر ممكن يبقى المدير الفني بيفكر فيه، طب مين النهارده انا ممكن احطه بديل ينزل يغير الماتش لو حصل زي ما حصل النهارده في الحته دي. فانا دي النصيحه اللي بديها لبعض اللعيبه، لما تبقى اساسي وتقعد احتياطي ده مش معناه ان انت وحش، ده معناه ان انت ممكن يكون النهارده رتم الماتش تمام محتاج فلان يبتدي من البدايه، وانت ممكن تنزل بعد كده تغير من الاداء. دي النصيحه اللي بنصحها لبعض اللاعبين. الحاجه المهمه انك انت في يعني لما تتعادل اعتقد ده مفترض انه بيثير الحافز عند اللعيبه فيما بعد. يعني انا النهارده تعادلت وكنت الماتش اللي فات قريب للتعادل، اعتقد دي ممكن تدي دفعه كبيره جدا للعيبه انه لا هنا في يعني هنا يعني في الرت الناحيه دي خلاص لازم تصحصح، لازم تركز. انت النهارده النادي الاهلي هو رقم واحد، النادي الاهلي على قمه الدوري العام، فخد بالك ان الامور مش هتبقى سهله، لان كل الفرق في الماتشات اللي جايه هتلعب بنفس الطريقه، هتقفل وتبتدي تلعب على كرات طويله وينتظر هجمه مرتده سريعه وكره ثابته عشان يقدر ان هو يسجل منها. فكل الفرق اللي هتلعبها بالسبريت دي. الروح اللي بتلعب بيها سموحه مش روح فرقه عندها 7 نقاط قبل ما تلعب مع النادي الاهلي، استحاله. فرقه بتنافس. ما تيجي تبص على جدول الدوري العام وتبص على سموحه والنقاط اللي حصلتها من حوالي 8 ماتشات قبل النادي الاهلي، هتقول ان دي مستحاله تكون دي الفرقه اللي جايبه 7 نقط بس خلال 8 مباريات قبل كده. مظبوط. وجايبين 3 اهداف ومسجلين 3 اهداف. تمام؟ لا، النهارده الروح متغيره جدا جدا جدا، انت بتلعب مع فرقه هي تقريبا الند بالند بالنسبه لك. خلي بالك ده الوضع الطبيعي اللي كل الفرق بتيجي تقابل. ما ده اللي انا بقوله، خد ما ده اللي انا بقوله، بقول ان كل الفرق اللي هتلعبها هتبقى بنفس الاداء، فانت مطالب
ان انت تبقى اعلى من كده، مطالب ان انت السبريد بتاعتك تبقى اكبر من كده، مطالب ان انت ادائك الهجومي يكون اشرس واعنف من كده. انت في الاداء الدفاعي ممكن يبقى فيه هجمه مرتده، وده وضع طبيعي خد بالك، يعني مش طبيعي ان انت طول ال 90 دقيقه ما روحش عليك كوره، مش طبيعي. لا مش في كره القدم، وارد جدا 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 انك انت خلال ال 90 دقيقه يروح عليك كوره، تروح عليك كورتين، هجمه مرتده سريعه، كره ثابته، وارد في كره القدم، لان انت مش هتمتلك زمام الماتش لمده 90 دقيقه. بس اللي احنا عايزين نقوله انك انت كنادي اهلي، تمام، احنا كنا مميزين بشكل كبير جدا انك بتلعب للدقيقه 95 وحتى الدقيقه 98 وبتسجل اهداف. ده معناه ان انت عندك شراسه هجوميه لنهايه الوقت لحد ما الحكم بيصفر، وده اللي اعتدنا عليه، وده سر نجاح النادي الاهلي. سر نجاح النادي الاهلي هو عدم الاستسلام، تمام. النهارده احنا ممكن نعتبر دي اوف بالنسبه للاعيبه النادي، لان النهارده في لعيبه كثيره جدا مش في حالتها، وده وضع طبيعي وبيحصل في كره القدم. لكن فيما بعد اعتقد ان اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا، المدير الفني كمان ايضا بيسال، لان هو المدير الفني ورقم واحد هو اللي عليه المسؤوليه، تمام، ان هو مطالب وكل اللعيبه مطالبه زي ما احنا كلنا، يعني احنا كلنا دعم ليهم طبعا لنهايه الموسم باذن الله تعالى، لكن هم مطالبين بعوده درع الدوري النادي الاهلي مره ثانيه، مطالبين ان هم يكسبوا فرقه النادي الاهلي مره ثانيه، لان هو وراهم جمهور كبير جدا جدا جدا، وننتظر منهم افضل من كده بمراحل عديده. فده درس في بدايه الموسم، ودرس في توقيته على فكره، يعني انا مش بقول ان هو وحش، لكن درس في توقيته. توقيته ليه؟ لان انت الخصم قبل كده المباراه اللي قبليك اتعادل، وكان اداؤه اقل بكتير جدا من الاداء اللي انت اديت بيه النهارده. يعني النهارده لو اتفرجنا على الماتش اللي قبل ماتش الاهلي، الخصم بتاعك كان ممكن يخسر المباراه سهل جدا، كان يخسر الماتش. فالنهارده احنا بنقول درس في توقيته الصح. ليه؟ لانك انت ما زلت على قمه الدوري العام. طالما انت ما زلت على قمه الدوري العام، ان عندك فرص متاحه بالنسبه لك، عندك فرص ان انت تستمر، وانت ما عندكش خطوره، انت مش في خطر. لكن في قلق، في قلق بالنسبه لروحك القتاليه العاليه، في قلق بالنسبه للشراسه الهجوميه المفترض تستمتع بيها. يعني صحيح. انا برضو بدي نصيحه لمحمد شريف، بيقول يعني اهدى، يعني تمام، انا حاسس ان شريف متوتر شويه، تمام، حاسس ان هو يعني قلقان على مكانه، قلقان على الفرصه بتاعته. لا، انا عايز اقول له يا شريف، انت مهاجم جيد، كنت هداف دوري عام السنه اللي قبل اللي فاتت، التوتر او انك انت حاسس ان ممكن تلعب وتخرج او ما تلعبش الماتش اللي بعديه، ده لازم تلغيه من دماغك خالص. أي. لازم تفكر انت لعيب النادي الاهلي، وانت لعيب جيد، طالما لعبت في النادي الاهلي اساسي، اذا انت لعيب كبير عندك امكانيات وقدرات كبيره، تمام. طالما عندك امكانيات وقدرات كبيره، يبقى لازم تكون هادي من جواك، تهدى. لو هديت وركزت اعتقد انه سهل جدا، عنده سرعه، اتحرك كويس في ال 18، كان بيتمتع بتسجيل الاهداف في ما قبل، تمام. هو افتقد، حاسس انه افتقد، يعني مش الثقه، حاسس انه افتقد محمد شريف نفسه، تمام. فانا بنصحه بالهدوء، يهدى ويركز، لعيب كويس، عنده امكانيات كبيره، عنده سرعه، بيعرف يسجل اهداف. فانا بنصحه بالهدوء في الماتشات اللي جايه، وكل زمايله في رصاصات الحرب، ان احنا محتاجين فعلا اننا نستغل كل الفرص المتاحه لفرقه النادي، للاعيبه النادي الاهلي في المباراه اللي جايه ان شاء الله. صحيح. طبعا الزعل موجود عادي، يعني وزي ما قالوا الكباتن، التعادل وارد في كره القدم، الخساره وارده في كره القدم، الفوز طبعا، يعني احنا دايما في النادي الاهلي عايزين نكسب كل المباريات، عايزين نكسب كل البطولات، عايزين نكسب. احيانا بتبقى زي ما قالوا الكباتن، اليوم مش يوم. النهارده انت مش في افضل حالاتك، الفتره الاخيره حصل تذبذب في المستوى بعض الشيء، ولكن احنا برضو ورا فرقتنا، يعني احنا مش هنهاجم، احنا مش هنهاجم لان غيرنا بيهاجمنا، فالوضع الطبيعي ان احنا نقف جنب فرقتنا، حتى لو في مواقف صعبه لا هنقف جنبها. انا ممكن انتقد، بس مش نقد هدام، لا، نقد بناء، نقد ما ياثرش على نفسيه اللعيبه، نقد ما يهدمش. هو ده واجبنا كجماهير النادي الاهلي، وعلى فكره جمهور النادي الاهلي هو اللي علمنا كده طول عمره، هو اللي معلمنا كده. لا، انا ازعل منك، بس انا معاك، انا وراك، انا مساندك لحد اخر لحظه. تعادلت ما فيش مشكله، تعوض الماتش اللي بعده. الجمهور حتى بيقول لنا كده، الجمهور بيبقى زعلان من جوه ومتضايق، طبعا متضايق، وضع طبيعي، مش عايز اكذب، لا، وضع طبيعي. احنا جماهير دلوقتي
زعلان من التعادل، ولكن انا ورا فرقتي، وراها بجد، مش وراها تمثيل، وراها مش كلام، لا، جمهور النادي الاهلي هو اللي عودنا على كده. احنا مش ممكن نهد فرقتنا وما نهاجمش فرقتنا، انما نصحصحه. الفتره اللي جايه فتره صعبه، فتره صعبه، كل لعيب يقعد مع نفسه كده، ولعيبه النادي الاهلي لعيبه كبار عارفين ايه المطلوب منهم. لو في زي ما قالوا الكباتن فتره فيها عدم توفيق، فتره عدم جاهزيه، سواء بقى فنيه بدنيه نفسيه، انت كلاعب تعرف تعالج المواقف دي كلاعب في النادي الاهلي، كلاعب في النادي الاهلي انت تعرف زي ما قالوا الاستفاده من الموقف اللي احنا فيه. ولكن دورنا كجماهير، عشان في ناس كتير قوي بتقعد تزعل وتقول انتوا بتطبطبوا، انتوا ما بتهاجموش، احنا هتهاجم لعيبتك؟ هتهاجم من النادي الاهلي؟ مش هتهاجم، بس نصحصحهم. الماتش ده نستفاد منه، الماتش ده يفوقنا الفتره اللي جايه. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. تعالوا نروح مع بعض نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه. Die Fragen sollten beantwortet sein dann nur über das Spiel, nicht außerhalb des Spiels. Zuerst Zusammenfassung. Okay, ich war 17 Jahre Spieler, Profispieler, bin jetzt 23 Jahre Trainer und ich glaube, ich habe noch nicht so einen Spieler. أنا بقالي 17 سنة كنت لاعب محترف، 23 سنة مدرب محترف، ما أعتقدش إن أنا شفت ماتش زي ده في حياتي. Ich möchte mal sagen, dass wir sicher auch erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. بالتأكيد الشوط الأولاني طبعا ما لعبناش كويس. الأمور كانت صعبة بسبب طبعا إحنا بنلعب فرقة بتلعب كلها في تلت دفاعي بس بتقفل ورا. Dann ich abgeht vom Zeitschinderei und warten und Ball nochmals wegkicken und alles, also das verstehe ich nicht. Ja? Und wenn man die Fußballweltmeisterschaft geschaut hat, wie viel Zeit da nachgespielt wurde, bei uns waren es 2 Minuten erste Halbzeit, 5 Minuten zweite Halbzeit, dann verstehe ich nicht, was dann da anders sein sollte. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Mannschaft gesehen, die كل شويه كل 3 دقايق واحد بيقع، الناس بتشوط الكوره بره، بتشوط الكوره في نص الملعب عشان تضيع وقت، تضيع وقت بشكل انا ما شفتوش في حياتي المهنيه كلها في خلال 40 سنه. ده مش اخلاق رياضيه، والامور صعبه جدا ومتسابه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. Ich denke, man könnte das auch unterbinden, wenn man schneller gelbe Karten zeigt, weil wenn du eine hast und noch eine zweite bekommst, dann hast du rot. Also ist das sicher was, also nicht jetzt nur für dieses Spiel heute, sondern allgemein, was man wahrscheinlich verbessern könnte. واحنا شفنا في كاس العالم الناس كانت بتحسب دقايق ازاي، والريتم كان سريع، ورغم كده بيدوا دقايق كتير، لكن احنا عندنا النهارده الشوط الاولاني 2 دقيقة، الشوط الثاني 5 دقايق. لو اي حد رجع للماتش هيشوف ان احنا كان في وقت ضايع اكتر من كده كتير جدا. الكلام ده ممكن اصلا منعه لتحسين جوده الكوره في مصر. دي نصيحه ليا للناس، مش بتكلم على الماتش النهارده، انا بتكلم عامه، لان الموضوع قاعد يزيد ماتش بعد التاني. كارت اصفر في كارت اصفر، لو واحد خد طرد بسبب التمثيليات اللي مش كويسه اللي بتتعمل في الماتشات دي، اعتقد الناس هتبقى احسن والدنيا هتبقى احسن، وده لصالح الكوره المصريه انها تبقى رتمها اسرع من كده ويبقى يعني لعب كوره بجد. Zum Spiel noch, wir haben zweite Halbzeit haben wir mehr Druck entwickelt, das hat sicher erste Halbzeit gefehlt, dass wir da das provoziert hätten. زي ما انا قلت احنا بدانا الشوط الاولاني وحش، الشوط الاولاني بعترف بده، الشوط الثاني بقينا افضل شويه، بدانا نمارس انواع من الضغط ونضغط قدام، نلعب قدام شويه، وبقينا نعمل بعض اللي انا بطلب منه. Aber wir haben schlussendlich auch zu wenig Möglichkeiten herausgespielt und in so einem Spiel, wenn der Gegner so verteidigt, dann musst du eine Torschance ausnutzen und das ist uns nicht gelungen. Darum
لكن في المجمل ما خلقناش فرص كتير، وفي ماتش زي ده هي بتجيلك واحده او اتنين في وسط الزحمه دي كلها لازم تخلصها، فاحنا الفرص الشحيحه اللي جات لنا ما عرفناش نخلصها وما خلقناش فرص كتير، وبالتالي اتعدلنا في الاخر. اتفضل. مساء الخير، هارد لك على ماتش النهارده. هارد لك النهارده ميز باس كتير. بيعمل هارد فيل بس. وفشل في انهاء الهجمات. كان الاهلي شبيله. حضرتك كنت اتكلمت في وقت سابق ان هيكون في جلسه مع اللعيبه عن الموضوع ده. Und auch dann, wir haben dann so, so viele Chancen vergeben. Sie haben dann in der letzten Pressekonferenz schon gesagt, dann, dass Sie mit den Spielern sprechen werden über diesen Punkt. Was gibt es was Neues? Ja, wir sprechen jeden Tag eigentlich über diesen Punkt. Wir trainieren fast jeden Tag. Und ist natürlich so, wenn jetzt hast du zwei Tage dazwischen. Also du kannst nicht viel trainieren mit denen, die gespielt haben, weil die in der Regeneration sind. Dann ist am Mittwoch schon wieder Spiel. Aber wir sprechen jeden Tag über das und das gilt das halt einfach zu verbessern. Und die Spieler müssen da noch konzentrierter sein, noch bewusster und das dann schlussendlich auch umsetzen im Spiel. Wir reden jeden Tag und trainieren فردي وجماعي مع اللعيبة كل يوم على النقطة دي تحديدا. طبعا بيبقى في صعوبه دلوقتي مع وجود بنلعب كل 48 ساعه هيبقى في ماتش، فبيبقى اللاعب اللي بيلعب ماتش كامل بيبقى لازم تاني يوم عنده استشفاء وبعدين بعدها يوم وينزل الماتش اللي بعده على طول، فما فيش مساحه كافيه لتدريبات فرديه كتير، لكن احنا بنشتغل على ده يوميا. الدور الباقي على اللعيبه برده، دي دور اللاعب ان هو ان الكلام اللي احنا بنقوله ده يتطبق ويتنفذ. كوتش النهارده حضرتك اتكلمت عن ان الفريق ما كانش عنده ديام هويت جيسبوهن داس بي هام كاينه فيل شانسن كرييت هابن هويت ومع ذلك حضرتك انت تروتسديم هام زي دان تو سبيت دن ويكسل جماعه قلت ان الشوط الاول 45 دقيقه الفريق und sie haben dann die erste halbzeit haben hat die mannschaft oder sah die mannschaft nicht gut aus haben sie gesagt und trotzdem haben sie dann haben sie nicht dann in der halbzeit überlegt dann einen wechsel zu machen. Und sind Sie zufrieden dann mit der individuellen Leistung von manchen Spielern, besonders dass heute dann so viel mehr Fehlpass gibt? Nein, also man kann natürlich in der Pause wechseln, ne? Aber grundsätzlich, wenn wir das in der Pause ansprechen, ist es auch so, dass man den Spielern noch eine Chance gibt, ne? Dass sie sich verbessern können, dass sie besser umsetzen können. أحيانا بيبقى بنتكلم بين الشوطين لما اللعيبه فعلا تبقى مش كويسه، وخصوصا لما بيبقى مجموعه كامله مش كويسه، بيبقى بتتكلم مع اللعيبه بتحاول معاهم وبتدي له فرصه انه ينفذ اللي اتقال بين الشوطين، بتدي له فرصه وفعلا احنا اتحسننا في الشوط الثاني الى حد ما. ميس بيسه und die individuelle Leistung von manchen Spielern. Also das ist halt immer so. Also wir haben jetzt heute nicht gewonnen, haben nicht viele Möglichkeiten herausgespielt und hat wahrscheinlich auch nicht jeder auf seinem Top-Level gespielt. Das war eigentlich die ganze Mannschaft, die das nicht optimal umgesetzt hat, weil es waren ja nicht nur zwei, drei Spieler, die Fehlpässe gemacht hatten. Es war eigentlich durch die ganze Mannschaft der Fall. Wie gesagt, in der Nord haben wir nicht gut gespielt, wir haben keine Chance. Und das war nicht nur wegen einer Spieler oder zwei. يعني اغلب اللعيبه النهارده مش واحد او اثنين يتغير او واحد او اثنين كانوا مش في مستواهم، لا ده كان حاله عامه في اغلب الفريق بالذات في نقطه الميس باس. اتفضل. اشرف صديق صوت الملاعب. سؤال النهارده طبعا ماين فراج هويت دي فانز فون الاهلي فراجن ايبر دي لايستونج عن Und die, Verpflichtungen, die wir planen, gibt es dann Verpflichtungen dann für den Winter? Und dann hat er ihm gesagt, dann bitte, das ist nicht im Spiel, dann bitte diese Frage muss zurückgezogen, das hat mit dem Spiel nichts zu tun. Wir müssen nur über das Spiel sprechen. Bitte antworten Sie die Frage nicht. Dann frage ich nur über den Punkt über das Spiel. بالضبط ايه بقى بالنسبه للماتش كان ايه السؤال؟ Die Fans von Al-Ahli sind enttäuscht von der Leistung von Al-Ahli heute.
تتساءل يعني كبيره قوي. واحنا كمان متضايقين. انا بوتشافت ان دين فانس بس كومن فلايت ان نيشت فيجس heute wir haben dann also der Ali hat keine die Mannschaft hat keine Chancen kreiert und wir haben gesehen dass der Gegner dann spielt in den letzten 20 Meter und wir haben dann um Chancen zu kreieren sollte man viele Flanken oder vielleicht Schüsse von außerhalb. Und mein Stürmer ist kein Kopfballstärker. Warum hat Hassan Hassan als Kopfballstark dann nicht Anfang, also früher angefangen? Ja, es ist eigentlich wie immer. Also es sind nicht so viele Flanken reingekommen, ne? Am Schluss noch. Ne? Und da war Hossein war drin. Ne? Bordeaux. Am Anfang hatten wir, sind fast keine Flanken gekommen und ja, also das ist das Spiel. Also man kann dann eigentlich immer sagen, okay, wenn er mir das nächste Mal sagt, okay, wenn ich aufstellen, oder kann es mir jetzt schon sagen, wie wir am nächsten Mittwoch spielen sollen. Und dann, wenn es nicht ist, frage ich die gleiche Frage ihn. كمان شيء كانش في عرضيات برضو لما حسام نزل. وبالتالي ما فرقتش حسام كان نزل بدري او متاخر. لكن انا سؤالي لحضرتك هاخد منك تشكيل تديني تشكيل الماتش الجاي وهاجي لك واسالك لو اي حاجه في التشكيل غلط او حصل اي مشكله هرجع لك انت ان انت السبب في الخطا في التشكيل. بعد الماتش كل حاجه ممكن ان احنا نقول عليها غلط لو النتيجه مش كويسه وكل حاجه لو النتيجه كويسه هنقول عليها كانت صح. احنا بيبقى عندنا تصور للمباراه تصور هو عايز يقول حاجه بس في الاخر. بيبقى عندك تصور بيبقى عندك سيناريو للمباراه سيناريو للمنافس هيلعب ازاي بتحط التشكيل على اساسه بتعمل سيناريو للمباراه احيانا ما بيمشيش زي ما انت عايز. Ich denke, es ist wichtig. Also wir haben jetzt heute für uns sind unsere Fans sehr wichtig und waren heute auch nicht so viele. Also es ist wichtig, dass die auch kommen und uns unterstützen im Stadion und dass sie mit dabei sind. عندي رسالة أخيرة بوجهها لجماهير النادي الأهلي. الجمهور بيقل ماتش بعد التاني وجمهور النادي الأهلي إحنا محتاجينه. جمهور النادي الأهلي هو اللي بيدعم اللعيبة بيدعمنا وبيدعم اللعيبة في الملعب. من غير جمهور النادي الاهلي هنفقد قوه كبيره. جمهور النادي الاهلي قاعد بيقل كل ماتش بعد التاني وده مش كويس. احنا بنشوف المنافسين جمهورهم عامل ازاي. رساله الجمهور الاهلي احنا محتاجينكم لو سمحتوا تيجوا. نرجع لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. شفنا كلام مستر كولر بدا بتعريف نفسه انه بقاله 17 سنه او لعب 17 سنه لعيب و23 سنه مدرب ما شافش ماتش بالاسلوب ده او زي ده. يعني فرقه سموحه بتلعب باسلوب دفاعي بحت. استهلاك الوقت كان بطريقه مبالغ فيها. الحكم ما تعاملش معاه بصوره كويسه. عايزين تطوروا الكره المصريه يبقى لازم في اجراءات تتاخد علشان موضوع استهلاك الوقت دوت المبالغ فيه ومفيش رد فعل من الحكام. اي فرقه ممكن تعمل كده. انت قال الشوط الاولاني كان في وقت ضايع كتير جدا ولكن الحكم ادى دقيقتين. الشوط الثاني برضو كان في وقت مبالغ فيه كتير جدا ولكن الحكم ادى 4 دقائق. اتكلم على ان بعض الماتشات اللي هي المقفوله زي ديت لازم تستغل انصاف الفرص. فالفرص القليله او الشحيحه اللي بتجيلك لازم تستغلها. هتجيلك فرصه هتجيلك فرصتين هتجيلك 3 فرص لو استغلت منهم فرصه تكسب الماتش. اتكلم على تصحيح الاخطاء والوقت. طبعا هو قال ان الوقت ما بين الماتش للماتش اللي بعده 2-3 فانت ما عندكش وقت ان انت تصحح اخطاء او تشتغل على الحاجات الفرديه مع اللعيب. في بعض اللعيبه محتاجه شغل فرد ولكن الوقت ضيق بين الماتشات وبعضها ففي صعوبه في الحته دي. اتكلم عن ماتش النهارده في اخطاء هنعمل على تصحيحها ان شاء الله. ما خلقناش فرص كتير. التمريرات المقطوعه كانت كتير.
واتكلم في النهايه عن جمهور النادي الاهلي. وعلشان بس اللي بيهاجمه وبيقعدوا يهاجموا الناس اللي بتتكلم عن النادي الاهلي بايجابيه حتى في حالات التعادل، هو ده جمهور النادي الاهلي الحقيقي. هو ده دورنا كجماهير النادي الاهلي. هو انا عايزني اطلع اهاجم اللعيبه وادوس فيهم تاني انا بقولها، والناس التانيه بتعمل نفس الكلام برضه؟ ايوه قلنا من حقك تزعل، من حقك تنتقد، ما كناش كويسين، ايوه ما كناش كويسين، ما كناش في افضل حالنا او ما كناش موفقين، ما كناش في افضل حالاتنا، المستوى متذبذب، ماشي ماشي، ولكن مش حدوث بقى. لا انا هقف، هو الراجل قال ايه في الاخر حتى؟ احنا محتاجين كل فرد من جماهير النادي الاهلي، محتاجين الفتره اللي جايه جمهور النادي الاهلي يقف معانا زي ما بيقف معانا كده من اول. هو طبعا لسه الراجل جاي من فتره بسيطه، من ساعه ما جه لحد دلوقتي ما اعرفش اكيد يعرف طبعا جمهور النادي الاهلي بيقف مع فرقه النادي الاهلي طول عمره، فالمفروض ان جمهور النادي الاهلي يقف مع لعيبه النادي الاهلي بايجابيه عادي، وده وضع جماهير النادي الاهلي طول عمرها. زعلان اه من حقك تزعل، ولكن انا وراهم، انا معاهم، انا بايدهم. الحاجات بقى اللي هي احنا محتاجينها في الفرقه ده شغل ناس ثانيه في النادي، اذا كان في تدعيم، في صفقات في يناير، في ناس بتعرف تعمل شغلها في النادي، ده شغلهم، ده شغلهم. انما احنا اللي في ايدينا ان احنا ورا فرقتنا، ورا فرقتنا، مش مفيش ثانيه. اه زي ما بقول لحضراتكم في زعل، متضايق، اتعودنا على مكسب، ولكن في كده خط بيتحط او 100 خط بيتحط ان احنا في الاخر ورا فريقنا. اكبر داعم واكبر ساند لفرقتنا هو جماهير النادي الاهلي، هو السند الحقيقي للعيبه النادي الاهلي وفرق النادي الاهلي. هو ده الوضع الطبيعي. هتهاجمني، هتهاجمنا، دي او اللي احنا بنقوله ده اتعلمناه منكم يا جماهير النادي الاهلي. مش هنوقع فرقتنا، ورا فرقتنا، ورا فرقتنا. ده جمهور النادي الاهلي العظيم ده كنا بنبقى في اسوأ حالاتنا، مش عايز اقول بقى مش في افضل حالاتنا، لا في اسوأ حالاتنا، ويقول لك معلش هتعوض الماتش الجاي، تعمل ماتش برضه نص، معلش مش مشكله، هنفوق، تخسر دوري مفيش مشكله، احنا وراكم. يفضلوا ورانا كل ماتش، ورانا كل ماتش، وهو ما هم زعلانين من جواهم. هو تفتكروا اللعيب اللي في الملعب، لعيب النادي الاهلي، ما بيحسش ان هو يعني اثر في الماتش او ما كانش في افضل حالاته؟ اكيد بيحس، بيشتغل على نفسه عشان الماتش اللي بعده زي ما قالوا كباتن. لكن الفتره دي فتره صعبه، والفتره اللي جايه فتره صعبه، كلنا كجماهير النادي الاهلي ورا فرقتنا، ورا فرقتنا لحد ما تعدي الفتره الصعبه دي، وان شاء الله هتعدي، وهتعدي بمكسب، هتعدي بمكاسب باذن الله، زي ما قالوا كباتننا، في دروس مستفاده من تعادل، من خساره لا قدر الله ان شاء الله ما تحصلش، ولكن ده شغل الاجهزه الفنيه في النادي. النادي الاهلي عارف هو بيشتغل ازاي. فالنادي الاهلي كجماهير، احنا جماهير النادي الاهلي وراه، ورا فرقته، مش هنوقع فرقتنا، مش هنهاجم فرقتنا، انما احنا وراهم وداعمين لحد ان شاء الله ما يجيبوا لنا البطولات. لحظه يا كابتن، اتفضل يا كابتن. بعد اذنك اتفضل يا كابتن. الناس برضو لازم تعرف مش معنى ان بتبقى على الملأ كده انت شايف انك واقف ورا اللعيبه ما يعرفوش اللي بيحصل في الاوض المغلقه. ما ده الفرق ما بين نادي ونادي. طبعا انت تخسر لي وبعدين اخدك على الملأ قدام الناس اتكلم عليك وحش واوقعك، انت فاهمني؟ لا، في حساب بيتحاسبوا، عشان بس اقول للناس عشان تبقى فاهم. صحيح. لا، في حساب بيتحاسبوا، اللعيبه بتتحاسب، وكل واحد بيخطا بيتحاسب. خلي بالكم، يعني مش معناها ان لعيبه النادي الاهلي خلاص نبقى وراه على الوحشه وطول الوقت، لو هو وحش طول الوقت، لا خلي بالك،
لا هو كمان بيتحاسب وحساب قوي جدا، بس فوز مغلقة لان هو ده الاحتراف. اما ايه الفرق ما بيننا وما بين الانديه الاخرى؟ احنا حاجه والانديه الاخرى حاجه تانية. عشان كده احنا ابطال 42 دوري وابطال واحسن واكثر نتائج واحسن نتائج في العالم مع ريال مدريد، او يمكن انت الاولاني من حيث البطولات اللي انت بتاخدها، لان دي استراتيجيه النادي الاهلي، وده النادي الاهلي طول العمر بيعمل كده، يحاسبك في اوضه مغلقه، ولكن على لازم نساند لاعبتنا. خلي عندنا ذكاء في الموضوع ده. صحيح. في ناس احنا اصلا بقالنا سنتين الناس عايزه تخرجنا بره الملعب، فاكرين ولا لا؟ الناس عايزه تخرجك بره الملعب. صحيح. الناس بتدخلك في مشاكل، وكل الناس تقعد تدخلك في مشاكل علشان تخرجك عشان تبعدك. لا، انت نقف جنب اللعيبه، وكل الناس لازم تقف جنب اللعيبه. احنا قدام لان احنا مش مسؤولين، لكن الناس بيحاسبوهم وبيشتغلوا علشان يحسنوا الامر. صحيح. واللي بيخطا بيتحاسب بس. صحيح. مش اكتر. طيب كابتن شريف، هنخش بقى على قراءه في جدول الدوري والترتيب. نادي الاهلي في المقدمه ب 23 نقطه، نادي الزمالك في المركز الثاني 21 نقطة، فيوتشر في المركز الثالث 19 نقطة، ثم الاتحاد السكندري في المركز الرابع 18 نقطة. أعتقد ترتيب منطقي لمستوى الفرق، أو طبقا لمستوى الفرق يعني. ترتيب منطقي لأداء كل الفرق يعني. أنا بتكلم على الأربعة اللي في الأول، رباعي. الاهلي والزمالك راح منهم 4 نقاط. بيراميدز راح منهم حوالي كتير. خلينا نتكلم على الاربعه اللي فوق الاول. نتكلم على الاربعه اللي فوق. الاربعه بيراميدز. انا اتحاد اسكندريه ماشي كويس قوي الحقيقه، بيحقق انتصارات زي ما احنا قلنا. الدوري بيبقى فيه ناس بتاخده بتجزئه، وفي ناس ما عندهاش فرصه غير ان هي تحافظ على القمه فيه دايما، عشان كده احنا بنتكلم الكلام ده كله يعني. بقيه الفرق طبعا بتادي كويس. المحله فيوتشر ماشي كويس. كل واحد ممكن بنلاقي فرق كانت بتبتدي هي اول الدوري، وبعد كده بنلاقي في السكند راوند بتبقى الحكايه بتتغير خالص، والدنيا بتتغير خالص، واللي بيخش في الفورم بقى، واللي بيعرف ان مفيش وقت والكلام ده، تبقى الماتشات كلها على عجل يعني. صحيح. اللي انا عايز اقوله لك بس كابتن ايمن، تعليقا على ما قالوا مستر كولر وعلى عادل وعليك وعلى الدنيا كلها وهي بتتكلم، احنا طول عمرنا لعيبه كوره احنا كلنا يعني، من غير بقى ما ندي اعذار او ندي اي حاجه، عمرنا ما كنا كل الماتشات كويسين قوي. صحيح. يعني على فكره يعني احنا كلاعيبه ما ياما تعادلنا وماشي، وكان الفرق بيني وبين المنافس 7 بونت، ده غير ال 11 وال 13 وخدنا برضو البطوله والكلام من ده. انت دلوقتي انت اللي ليدنج، انت اللي فارق، انت الاول. مفيش مشكله خالص. بتحزن على تعادل كان النهارده، فوز كان النهارده يبعدك شويه عن الموضوع. من حقك انك تتضايق كل حاجه، بس انا عايز اقول لكم على حاجه. احنا جات علينا سنه كنا بنقعد تعادل في مكسب في خساره، بص ورا بعض. وبعد كده في الراوند الثاني بتلاقينا زي القطر. صحيح. ماشيين حاسين بالمهمه، لان احنا اللعيبه كلها والفرق بتتعرض لظروف كتير يعني. صحيح. حتى زي ما الراجل بيقول، اديني فرقه وانا هلعب بيها، وبعد كده اباجي اسالك هي دي الفرقه بقى اللي انت كنت بتطلبها. فكل الظروف اللي انت بتعدي فيها طبيعي انك انت ممكن تتعادل. صحيح. طبيعي انك ممكن يحصل لك اي تاخر او اي حاجه، ولكن حاجه واحده عايز اتكلم فيها بس. ليه النهارده او في اي وقت انت بتبقى متاخر، ها دي بقى الروح، ولا تيجي اخر 10 دقائق بتبقى في منطقه جزاء الخصم. ايوه. والمحاولات كلها على الخصم، والدنيا كلها الروح والجري والتركيز والكره العرضيه كل حاجه بتحصل في اخر 10 دقائق. ليه احنا ما بنقلبش الايه؟ ليه انا ما ببتديش البدايه دي؟ كان عندنا مدرب الله يرحمه بقى، كان يقول لك الماتش بيخلص في اول 10 دقائق، او يمكن بلال عنده مانو جوزيه، انا عندي هيدي كوتي، وانت عندك هيدي كوتي وفايسا والناس دي. كانوا بيدوا تعليمات ان المباراه لازم تخلص من اول 10 دقائق. ليه؟ لفارق الامكانيات والفوارق والسرعات اللي عندك.
صحيح. انت بتتعرض لاصابات وبتتعرض للعيبه بتخش ومدرب جديد بيخش وجهاز جديد بيخش وكده، طبيعي انك انت هتشوف حاجه انت ما تتمنهاش، انك انت على طول بتكسب. ان شاء الله هتكسب على طول باذن الله، ولكن لما الامور بتستقر، لما صحيح. بيبقى من حق الملعب كله يبقى مستقر، من حق الملعب كله يبقى حاله بدنيه واحده، مفيش تحمل على اي حد، مفيش تحميل لاي واحد ان هو النهارده اللي كان وحش ولا لا، اديك شايف النهارده الحكايه كلها مش متكامله. فباذن الله الناس فاهمه كده كويس قوي، والناس ياما عدت، والناس بتحب تبقى دايما ورا فرقتها وحاساها معاهم، وعندها ثقه كبيره جدا في الاسم الكبير اللي هو اسم النادي الاهلي. صحيح. طيب كابتن اسامه، من الخامس للثامن بيراميدز في المركز الخامس 17 نقطه، غزل المحله في المركز السادس 17 نقطه، مولين العرب في المركز السابع 12 نقطه، ثم سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن 11 نقطه، والثمان فرق الاولانيه ما حصلش فيهم تغيير في الاجهزه الفنيه. خلينا من الخامس للثامن، من بيراميدز لحد سيراميكا، منطقي ولا في مفاجاه؟ يعني اولا بيراميدز طبعا من الفرق المفروض جيده، عن صرف مصاريف كبيره جدا، ده يعتبر مركز متاخر بالنسبه لهم، يعني القائمه بتاعتهم من اكتر القوائم المتكامله بعد الاهلي والزمالك، يعني هم الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر يمكن اكتر فرق مكتمله في اللاعبين، في فرق اخرى ايضا. ولكن عندهم مشكله، ان انا بحس ان هم صراع البطولة ده لسه ما وصل لهمش، يعني إمكانياتهم أكبر، ولكن المفهوم بتاع أنه يلعب على بطولة، ولذلك أنا ما باجي أتكلم على الدوري العام بقول أهلي أو زمالك، ما ما ببتدي أحط بيراميدز والفرق الأخرى من الثالث فيما تحت، يعني ممكن نفز على المربع الذهبي، فدي برضو علامة استفهام كبيرة عند فرقة بيراميدز بالحجم اللعيبة اللي عندها والفلوس اللي بتصرفها في المركز الخامس، ولكن أنا أتصور إن هم مع الوقت هيبقوا في الأربعة الأولانيين. غزل يعني المحلة؟ غزل المحلة ماشيين بشكل كويس جدا. صحيح. في وضع أفضل من المتوقع، يعني هم صحيح حتى السنة اللي فاتت ابتدوا الدور الأولاني كويس قوي، وبعد كده تراجعوا وقعدوا على الأواخر، لكن ماشيين بشكل كويس قوي. وبعدين تملي قراءة الجدول يا أيمن بيبين لك حاجات، من أكتر الفرق اللي كسبت، يعني كسبانين خمس مباريات، صحيح، تعادل اتنين، هزيمة اتنين، منطقي جدا اللي بيكسب تملي هو اللي بيبقى في المقدمه. مظبوط. وهتلاقي العكس لما تيجي تتكلم على الفرق اللي تحت، هتلاقيهم كسبانين مره واحده في تسع ماتشات بعدين كده تحت. بالزبط. فهم كسبانين خمس ماتشات، ثانيا جايبين 11 هدف وعليهم 8، يعني في توازن في الهجوم وفي الدفاع. صحيح. والفرق 3 اهداف وعندهم 17 نقطه. المقاولين العرب، المقاولين العرب بص هم ماشيين افضل من البدايات بتاعت السنه اللي فاتت. مظبوط. ولكن عندهم مشكله، اكتر فرقه متعادله 6 مرات. ايوه، يعني هم كسبانين ماتشين ومتعادلين 6 مرات وهزيمه. مزبوط. واحده. خلي بالك الفرق اللي بتتعادل كتير قوي بتتعطل في النتائج. أيوه. يعني بتتعطل في النتائج. أيوه. هنيجي لفرق اخرى تلاقيهم مثلا كسبوا 3-4 ماتشات تلاقيهم سابقين. ايوه. فهو المقاولين ماشي معقول، ولكن من اول المقاولين العرب لغايه اخر فرقه اللي هم 12 فرقه ورا بعض ما زالوا في صراع. مظبوط. الفرق بسيط جدا، الفرق من المقاولين اللي هو 12 بونت لاخر ماتشين. فرقه الحرس الحدود 6 بونت. ايوه، ماتشين ماتشين، يعني صحيح. ممكن تلاقي ماتش بينزل 3-4 مراكز. صحيح. طب سيراميكا كليوباترا كابتن برضو في موقف مش مكانهم. أي. يعني اولا طبعا المقاولين العرب في استقرار مع شوقي غريب المثال فاتت، نفس الشيء سيراميكا في استقرار مع احمد سامي. صحيح. ما زالت نتائجهم مش نتائج المصاريف المصروفه على الفرقه، لكن عندهم 11 نقطه، كسبانين 3 ماتشات، متعادلين 2، خسرانين 4. المشكله بقى ان من اول المقاولين العرب له ليه 8 وعليه 8 0
أيوة. اول سيراميكا كيلوباترا كله بالسالب، الفرق اللي مزبوط. عليهم بالسالب مزبوط. يعني مزبوط. يعني جايب هو 11 هدف وعليه 12 فعليه ماينس واحد وكذا بقى الفرق مزبوط. اللي تحت فيعني كمكانه المكانه نفسها ان الثامن ممكن ولكن العدد اللي بنقط مش مناسب سواء مع المقاولين او سيراميكا ولكن المكانه في الثامن ماشي يعني صحيح. كابتن عادل المصري والمصري البورسعيد نفس الشيء كسبان 2 لا هنخش يعني بقى على التمرير مش غازي محل المقاولين كابتن عادل كابتن عادل بقى من التاسع بدايه التغيير لل 12 المصري في المركز التاسع تمام 11 نقطه تمام طلاع الجيش في المركز العاشر 11 نقطه تمام نادي اسوان في المركز ال11 9 نقاط تمام ثم فاركو في المركز ال12 9 نقاط بدايه من المصري البورسعيدي طلائع الجيش اسوان الثلاثه وفاركو غيروا مدربين طب بص يا كابتن اهم نقطه لما نيجي نقيم فرقه نقيم اللي ليها واللي عليها من الاهداف لان ده بيعكس لك الشغل بتاع الهجومي والشغل الدفاعي اولا لما اجي اتكلم على المصري تلاقي الاربع فرق اللي انت بتتكلم عليهم في المنطقه دي تلاقي اهدافهم اللي عليهم اكتر من اللي جابوه هي لوجيك بتبقى الجدول التلت الاولاني اللي فوق بيبقى اهدافك اعلى واللي جاي فيك اقل اللي بعده بيبقى الـ 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 يعني في تفاوت شويه او قريبين من بعض اللي ليك واللي عليك لما تنزل تحت خالص هتلاقي اللي عليك هيبقى اكتر تلتين مثلا دي في كره القدم وفي التقييم الفرق لما تيجي تقيم جدول دوري ممتاز كويس الحاجه المهمه المصري البورسعيدي يمكن تغييراته والتغيير اللي كان فيه المصري يعني انا شايف انه كان فيه تسرع يعني حته تسرع الحته اللي هي بتاعت انك انت عايز محتاج على طول دائما انك انت كمصر تكسب وفرقه المصر عندهم عناصر من اهم العناصر الجيده فرقه طلائع الجيش من العناصر اللي تقدر تقول عليها ان عناصر كلها بتبقى متزنه فيها باعوا اكتر من لاعب فدي قللت شويه من ولكن عمرها ما بتنزل عن منتصف الجدول بالشكل كويس حته اسوان هي اللي عملت فرق كويس قوي كانت باديه وحشه ولما جه ايمن عمل نتائج افضل كتير قوي وطلع في الحته دي مع امكانيات ومرد فعلهم والفلوس اللي بيدفعوا فده مكانه كويسه ليها كويس. فاركو هي اللي انا شايف ان هو لغز كبير انا دايما بقول بيراميد فيوتشر فاركو في المصاريف او في الانفاق قريبين من بعض يمكن اعلاهم بيراميدز وبعدين فيوتشر وبعدين فاركو فلازم المردود بتاع فاركو يبقى افضل من كده كتير لكن الاربع فرق اقدر اقول لك الاداء بتاعهم متوسط علشان كده من التسع لل 12 ده في اسمه في مسميات الدوريات الفرق اللي هي ولا بس هو بالنسبه لفاركو ما خلي بالك كانوا موقفين من القيد السنه دي فما دعموش انا فاهم ان هو ما دعمش ولكن هو بدايته بدايه سخيه صرف مثلا يعني انت يا كابتن اسوان مثلا لو قعد يصرف خمس سنين فرقوا عملها في شهر يعني ده اللي انا بكلمك فيه في فرق كتير قوي في الدوري في فرق في الدوري الانفاق بتاعها اقل من مردودها واقل من مردودها كتير يعني انا بيراميدز الكابتن اسامه اتكلم عليه دي مشكله كبيره جدا انك انت تكون عندك حجم اللعيبه اللي انت فيه ده ونتائجك عامله كده ولكن عشان كده لما بنتكلم على بطوله الدوري يا كابتن والحاجات دي كلها لازم نعرف ان النادي الاهلي والزمالك هم اقوى ناس في الامر ده وحاجه تانية اقولها لك انا بس فاكر لما قلت لك لكولر لازم نكلمه على الدوري المصري اهو ده الدوري المصري لما قال لك ما لعبتش قد ايه وكان في وقت ضايع هو ده الدوري المصري طيب كابتن بلال اخر خمس ست فرق سموحه في المركز ال 13 8 نقاط داخليه في المركز ال 14 7 نقاط بنك الاهلي في المركز ال 15 6 نقاط ثلاث فرق اللي انا هقولهم دول غيروا بنك الاهلي غير جه كابتن حلمي طولان مكان خالد جلال نادي الاسماعيلي غير مشي جريدو ونادي الاسماعيلي في المركز ال 16 بنك الاهلي 15 ليه 6 نقاط اسماعيلي في المركز ال 16 6 نقاط ام بي
وكنا حذرنا السنه اللي فاتت من فريق انبي من ان السنه الجايه هتكون صعبه بالنسبه له. في المركز ال17 ست نقاط غير احمد كشري، وحرس الحدود في المركز ال18 بست نقاط. عايز نقول ايه؟ اقول ان في بعض الفرق يعني المفروض ان هي ما تبقاش في الوضع ده. حقيقة يا كابتن، بص حقيقة يا كابتن، شوف هي في مشكله كبيره جدا في الدوري المصري بشكل عام. اصحاب القرار، مشكله اصحاب القرار في الدوري المصري بشكل عام. مين اصحاب القرار؟ مين اللي بياخد القرار؟ مين اللي بياخد القرار في انتدابات اللعيبه؟ مين اللي بياخد القرار في انتدابات المديرين الفنيين؟ مين اللي بياخد القرار في رحيل المديرين الفنيين؟ هي دي ازمه الدوري المصري بشكل عام. تمام، رئيس النادي بيقعد مع الايجنتس، تمام، ايه رايكم نجيب فلان؟ طب يلا اوكي، ما نجيبش فلان، طب يلا اوكي، طب رايكم في اللعيب الفلاني نجيبه؟ حلو، اه كويس، طب بكام؟ بقد كذا، طب يلا نجيب، وهكذا. تمام، حتى قرارات الرحيل بتبقى احيانا قرارات غير مدروسه، بمعنى انا ممكن ابتدي اول اربع خمس ماتشات يبقى الامور مش ماشيه بشكل كويس، فبالتالي انت كنادي هل انت بتتعامل كايه؟ انا نادي جماهيري مش هستحمل اربع خمس ماتشات، امشي مدير فني، اجيب واحد جديد، ابتدي العب لي اربع خمسه تانيين، ما يبقاش كويس، امشيه، اجيب واحد تالت، فاهم قصدي؟ انت شغال كده طول السنه، لان انت اصلا انت ما بنتش بناء جيد في الاساس للاسف الشديد يعني. يعني انت النهارده مثلا انت بتتكلم على انديه زي سموحه نادي مفترض من الانديه الجيده، يعني ترتيبه من الثالث او من الرابع للسابع الثامن، ترتيبه متاخر السنه دي. السنه دي ترتيب متاخر جدا 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 جدا، يعني لا يليق باسم نادي سموحه. مش هنقول تاريخه، سموحه عنده اشتراك كبير في يعني قديم قصدي في الدوري المصري، ولكنه عنده عروض جيده السنوات اللي فاتت كلها. صحيح. البنك الاهلي كذلك، البنك الاهلي كان ماشي بشكل كويس مع خالد جلال، وبعدين انت قررت ان انت عشان حصل دروب السنه دي في بدايه الموسم انك انت تطيح بخالد جلال وتجيب حلمي طولان. حلمي طولان ثالث او رابع ماتش اعتقد ليه ما يكسبش. تمام، هل انت النهارده بعد الماتش اللي جاي لو خسر حلمي طولان هتمشي كابتن حلمي؟ مش عارف. وارد في كره القدم طالما انت بتاخد قرارات لا تنبني على اسس. تمام، اذا انت هتفضل تمشي في هذه القرارات الى بقى الى ما يشاء لا ان شاء الله بقى سبحانه وتعالى، يعني يجي مدرب الدنيا تظبط معاه، تادي يلعب لك ماتشين كويسين، تكسب، يبقى فيه روح، يبقى فيه انقلاب في الاداء، يعني هتمشي بالشكل ده. اذا مشكله الدوري المصري او الانديه القرارات. صحيح. القرارات بتبقى غير مدروسه في اختيار المدربين، في رحيل المدربين، في اختيار اللعيبه، وفي رحيل اللعيبه. طيب، الاسماعيلي ولغز كل موسم. بص، الاسماعيلي مش هيخرج من النفق اللي هو فيه ده يا كابتن الا اذا اصبح عنده اداره قويه، اداره لكره القدم. ماليش دعوه بمجلس الاداره دلوقتي خلاص، انا هحطه على جنب مجلس الاداره، وان كان مجلس الاداره هو المتحكم في القرارات كلها، لكن لازم يبقى عندي اداره جيده. مش معقول فرقه جماهيريه زي كده، تمام، باش عندها لعيبه، يعني زمان كنا احنا بنقول ايه، الاسماعيلي ده كان عنده ناشئين يعني ولعيبه بتمد كل الانديه في مصر، سواء اذا كانت كبيره او صغيره على فكره. تمام، كان عنده قاعده من الناشئين جيده جدا 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 جدا، كان عنده اكتشافات للعيبه اللي بيجوا من الدرجه الثانيه والدرجه الاولى واللعيبه الصغيره اللي بتبقى بروميسنج انك تلعب. النهارده النادي الاسماعيلي عنده انتدابات كتيره جدا، ولكنها كلها انتدابات من وجهه نظري غير جيده. اختيارات اللعيبه، مين بيختار اللعيبه في نادي الاسماعيلي؟ تمام، مين بيختار المدير الفني؟ انا ممكن اختار مدير فني ما يمشيش مع المدرسه بتاعتي، ما يمشيش مع فكري، ما يمشيش مع الجولز اللي انا حاططها طول الموسم، انا اروح فين واجي منين؟ السنه اللي فاتت قعد الاسماعيلي في اخر خمس ست ماتشات، السنه دي يعني بيصارع تسع مباريات تاخد ست نقاط في تسع ماتشات، امر صعب جدا، منهم مباراه انت كسبتها واحده فقط لا غير. الاسماعيلي اعتقد كسب مباراه واحده تقريبا، مظبوط، وتعادل في ثلاث مباريات واتغلب في خمس ماتشات، يعني صعب جدا جدا، لا يليق على الاطلاق. صحيح. بيقدم عروض في بعض الاوقات عروض جيده، بدايه الموسم ابتدى عنده بخناقه حسني عبد ربه، ما اعرفش ايه، حسني هيمشي بيتدخل كلام. الاداره في كره القدم ما تبقاش كده يا جماعه، بغض النظر يعني اذا كنت انا اهلاوي او يعني انا راجل اهلاوي يعني، بس فعلا عايزين تتعلموا اداره كره القدم. بصوا للنادي الاهلي. صحيح. تمام، حتى في حاله الاخفاق، يعني حتى في حاله انك بتخفق، بص للنادي الاهلي بيتعامل ازاي على مدار السنوات كلها على فكره. صحيح. على مدار تاريخ النادي الاهلي ازاي بيتعامل مع الازمات. هي الفكره كلها
ازاي تتعامل مع الازمات. الفكره كلها ازاي بعد الاخفاق تحوله بعد كده لنجاحات ونجاحات كبيره ومهمه بالنسبه صحيح. لك هو ده الفارق اللي بيفرق نادي الكبير اللي عنده اسم تمام الانديه الصغيره. الانديه الصغيره كابتن ايمن اول ما بيحصل مشكله بتلاقي النادي نزل بيك وراح بيك لاقل درجه للقاع، انما الانديه الكبيره بتعمل خط صح وتفكر وتحلل وتقرر وتختار. عشان كده الانديه الكبيره تفضل طول عمرها والاخفاقات بتبقى نجاحات اكيد بتتحول طبعا بشكل. طيب خلصنا كل اللي احنا عايزين نقوله، وبرضه ما زلت بقول انا والكباتن الكبار ان احنا ورا فرقتنا لحد اخر العمر. جمهور النادي الاهلي زي ما عودنا دايما ورا فرقته، مش عايزين نقول زي كل مره بقى المره والحلوه والمره قبل الحلو، لا هو جمهور النادي الاهلي كده، هو جمهور النادي الاهلي اللي علمنا كده وهيفضل جمهور النادي الاهلي كده. نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس، نورنا يا كابتن. تحياتي ليك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، والكابتن علي برحمن، وكابتن بلال. اهلا كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نروح لطاقم التحكيم النهارده وانا عندي مفاجاه وانا بهديها لجلاتنبرج الخبير الاجنبي جلاتنبرج. كابتن اسامه، الحكم مش وظيفته بس بتقف عند احتسابه المخالفات والعقوبات الانضباطيه، القانون ما قالكش كده بس، القانون قال لك كمان تحافظ على وقت المباراه، وخلي بالك لما يبقى حارس المرمى استحوذ على الكره اكتر من 6 ثواني 7 ثواني 8 ثواني مقبوله، بتبقى مقبوله كابتن ايمن. ولكن النهارده كابتن انا عندي لقطه انا لازم نقف عندها، ومن هنا احنا بنتكلم يا كابتن، احنا بنطور اداء الحكام، لابد النهارده الحكام النهارده هتاخد اللقطه ديت بالتايمر اللي انا عامله بالتوقيت مع حارس المرمى ونتكلم فيها يا كابتن ايمن. ده لتطوير اداء الحكام وليس لان احنا نقول النادي الاهلي ليه وقت او مش وقت، ده لكل الانديه ولكل الحكام. هنا بنتكلم على احمد الغندور وسمير جمال مساعد رقم 1، وعندنا صالح محمد المساعد رقم 2، عمرو رمضان، وكان على الفار عمرو الشناوي واحمد صلاح. خلينا نروح للحاله الاولى كده وهنتكلم يا كابتن، دي محور الاداء بتاعنا كابتن شريف، كابتن اسامه، كابتن بلال. احنا بنتكلم على الماده 12، خلينا بس في الجزء ده مهم جدا. بنقول يا كابتن الفقره هنا بتقول ايه؟ انا مش جايب كلام من عندي يا كابتن عادل. بتكلم هنا تحتسب ركله حره غير مشروطه في حاله قيام حارس المرمى داخل منطقه الجزاء والمخالفات التاليه: السيطره على الكره بيده او ذراعه اكثر من 6 ثواني قبل ان هو يطلقها من ايديه. 6 ثواني ده القانون يا كابتن، ده القانون اللي احنا جايبينه. خلينا نروح للقطه ونشوف هنا كابتن، هنا دي 59، هعمل التايمر فوق بس عادي يا كابتن بلال، عادي يا كابتن ايمن. لسه ما زالت الكره مع مين؟ ما زالت حتى اهو، ما زالت مع هاني، لسه مع هاني سليمان. 16 ثانية الكره مع حارس المرمى يحتفظ بيها. تاني من فضلك، تاني عشان انا دي بهديها لكلاتنبرج ولجنه الحكام، انا نبقى حارس في لعبه، انا خلي بالك اكتر من لعبه كابتن بلال. هذه حاله من ضمن حالات كثيره في الشوط الثاني اللي الحكم ادى فيهم 5 دقائق فقط بس وقت بدل ضائع. تاني هنا الهاني سلمان 16 ثانية، واحنا بنقول القانون النهارده بيقول ايه؟ 6 ثواني. دي حاجة من ضمن واجبات الحكم. أنا النهارده كحكم لو حسبت دي مرة أكيد 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 كل حراس المرمى هيبقوا يعني صعب إن هو يقرر الكلام ده، ولكن احنا بنسيب حارس المرمى، بنسيب حراس المرمى في قانون وفي صلب القانون، دي طبعا غير مقبول ابدا بالمره بصرف النظر عن الاداء التحكيمي والنتيجه والقرارات التحكيميه. دي حاله مهمه جدا جدا وبنتكلم فيها، ما بتحصلش في اي دوري يا كابتن اسامه. دي حبيت اتكلم فيها واهديها ليك لاتمير. خلينا نروح للحاله الاولى معانا هنا، ونشوف هنا الحكم المساعد رقم 1 سمير جمال هنا اشار على التسلل،
سمير جمال من الحكام المتميزين، وتبقى دايما دايما قراراته بتبقى دايما قرارات صحيحه. هنا جزء وتمركز رائع، وبالتالي هنا كابتن بلال الحاله هنا قرار صحيح لسمير جمال بالتسلل. الحاله بعد كده، شوف هنا حاله من الحالات المهمه جدا. هنا الاولى محمد هاني تاكلينج على الفاضي ومفيش تلامس خالص، ثم تاتي لعبه الشناوي اللي هو راح ضامم رجليه، وهنا لاعب سموحه نجح في لعب الكره وبعدين عمل القفزه من فوق، نفس لعبه برونو سافيو كابتن اللي احنا اتكلمنا فيها وقلنا ان هو ناط وما كانش فيه تلامس. هذه حاله لا يوجد فيها اي مخالفه. هنا الغندور كان قريب وسمح، والفار هنا ايضا سمح باستمرار اللعب واكد على القرار. هنا نجح في لعب الكره تماما ورجل نزل على الارض، وبعد كده التكمله دي كانت تكمله عاديه لا تؤثر في توازن اللعب. الحاله بعد كده، هنا يا احمد انت ممتاز اديت تحت الفرصه تمام وممتاز وهسقف لك 10 على 10، ولكن خلي بالك هذا الدخول يا كابتن، هذا الدخول لابد انك ترجع بالانذار، هذه مخالفه تستوجب البطاقه الصفراء. مش معنى ان اديت تحت الفرصه ما رجعش ادي المخالفه، لا يا احمد انت اديت تحت الفرصه ممتاز، ولكن هنا لابد انك ترجع تدي الانذار هنا للاعب للدخول بتهور. هنا الحاله اللي احنا اتكلمنا فيها، هنا شريف، احنا قلنا لما بيسيطر الحارس على الكره ممنوع ان اي حد يا كابتن هنا خلاص السيطره، هنا الحارس استحوذ، وبالتالي ما يجب عليك انك انت كمهاجم انك انت تخش تهاجمه، وبالتالي هنا مخالفه على لاعب النادي الاهلي. هنا بنشوف هنا خلاص استحوذ مسك الكره بايديه، وبالتالي هرجع تاني بس اللعبه دي من فضلك عشان نوضح ان هنا ما كانش فيه مخالفه، كان فيه مخالفه من شريف لان هنا الحارس استحوذ، وبالتالي هنا خطأ صحيح على محمد شريف. الحالة بعد كده، هنا في سقوط ونشوف شريف هل هناك مخالفة بركلة جزاء ولا هذا احتكاك طبيعي؟ تمام، هنا كان في سقوط ومطالبة بركلة جزاء. نشوف اللعبة دي تاني من آخر زاوية ونشوف هنا الرجل اتحطت فين ورجل مدافع سموحة اتحطت فين. معلش سامحني، حتى هنا شريف رجع خلاص. ننزل بقى الرجلين على الارض يا كابتن بلال، ولا في اي مخالفه، وهنا كان القرار قرار من الحكم باستمرار، كان قرار صحيح لا توجد مخالفه، حتى شريف حتى قام ما اعترضش على هذه الحاله. هنا اللعبه البعض قال ان هنا كان في لمسه يد، ولكن هنا الكره تعبر بكامله خط المرمى، وبالتالي هنا طالما عبرت الكره نشوف هنا لما عبرت هنا كريم هنا لو كان في فاول كان يبقى في فاول من الاول، ولكن هنا وهو سمح باستمرار اللعب والكره خرجت عبرت، وبالتالي هنا ما فيش مخالفه لمس الكره بالايد لان الكره عبرت خط منطقه المرمى. الحاله اللي جايه هنا الشحات، هرجع ورا هنا بس انا هنا يا احمد، هنا من هنا لازم ادي المخالفه، هنا في مخالفه تمام، وبعد كده هنشوف ايه اللي حصل، هل في مخالفه داخل الصندوق ولا لا، نشوف. يبقى هنا لو في مخالفه تبقى مخالفه من بره، الزاويه اللي جايه هتوضح، نشوف هنا ماشي، ده كان الكلام ده كله كان بره. نشوف هنا لما قطع حسين والايد مع الايد، وبعدين هنا الرجل هي اللي بتذهب للرجل اللاعب المدافع، وبالتالي السكوت هنا كان سكوت طبيعي نتيجه التحام، لا توجد مخالفه يا كابتن هنا في هذه الحاله ايضا، وبالتالي هنا استمرار اللعب كان قرار من الغندور، كان قرار صحيح. هنا حالة تعطيل هجوم واحد أو تهور اثنين، يعني ما كانش إنذار هنا هيبقى إنذار هنا كابتن بلال. نشوف هنا راجل معدي ناحية الشمال هنا بس خلاص، وإحنا قلنا هنا الرجل لاتش، وهنا تعطيل هجوم ماشي، تهور ماشي، والإنذار هنا إنذار مستحق للاعب النادي الأهلي في هذه الحالة تمام. يعني عاوز أقول القرارات الفنية كلها كانت قرارات متميزة من الحكام، وهنا بنشوف مطالبة هنا مطالبه هنا بلمسه يد، هنشوف الزاويه الاخرانيه ونشوف يا كابتن بلال هل هناك مخالفه في الاعاده، هتبان ان الكره تصطدم بجسم لاعب نادي السموحه، لا توجد مخالفه لمس الكره باليد. هنشوف هنا كابتن هنا الكره تصطدم بالجسم، ولكن لا توجد مخالفه لمسه كره باليد. القرارات التحكيميه تمام، بس مش ده اللي احنا بنتكلم يا كابتن ايمن، احنا بنتكلم قرارات تحكيميه فنيه واداريه،
زي ما قلت مش انت مش جاي تطبق بس القانون، ولكن القانون على كل شيء. ومن اهم امور القانون هي ازاي تحافظ على الوقت بدل الضائع، لان الشوط الثاني كابتن هنا ادى 5 دقائق. انا شايف ان مش اقل من 13 دقيقه. صحيح. 13 ده كل مباراة دقيقه كده. صحيح. في الشوط الثاني يا جماعه لا، لابد يكون في وقفه، الفار يحسب، جيلات امبير جدي تعليمات، ولكن بصرف النظر عن النتيجه كلام للكل، لكل الانديه كابتن بلال، الحق في بدل الوقت الضايع حق لكل الفرق. نتمنى ان من خلال قناه النادي الاهلي والحاله اللي انا جبتها انا بهديها للخبير يبتدي يطور من اداء الحكام في ناحيه ازاي نحافظ على الوقت بدل الضايع. بشكرك كابتن ايمن، وده كانت اخر حلقه معنا. شكرا جزيلا كابتن نصر، شرفتنا. الله يخليك. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه في الجوله 9 في الدوري العام المصري الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف ومواصله النادي الاهلي الانفراد بالقمه بالرغم من التعادل السلبي بعد تعادل نادي الزمالك مع نادي المقاولين. تحيه وجبه لجماهير الاهلي العظيمه، بالتوفيق للنادي الاهلي للمباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد النعم. شكرا كابتن، شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن، وبنتمنى ان شاء الله عوده الانتصارات والثقه للاعبين باذن الله رب العالمين. كابتن عادل عبد الرحمن، شكرا كابتن، شرفتنا. ان شاء الله نتخطى الامور دي باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه عربي، شكرا كابتن، شرفتنا. ليك وبالتوفيق ان شاء الله للماتشات الجايه. كابتن احمد بلال، شكرا كابتن، شرفتنا. اشكرك كابتن، وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله يا رب، ودوري ان شاء الله يكون دوري سهل ان شاء الله باذن الله. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. واستوديو تحليلي آخر لكم مني، أطيب المنى وأرق تحياتي.